الاهلي يتعادل مع سان داونز 2-2 ويفقد نقطتين ثمينتين في صراع الصداره. كابتن شريف، تعادل كنا نتمنى مكسب. الحقيقه الاهلي يهدر ضربه جزاء ويعود للمباراه ويتعادل ويتقدم بهدف جميل لحسين الشحات، ولكن كان على الجهاز الفني ان يحافظ على المكسب، ودي اللي دايما احنا بنتكلم فيها. لازم اللعب يتجمد واللعب يبقى فيه انت المسيطر عليه، انت ماسك زمام الامور. انا في سؤال بس، حمدي فتحي اكيد ده متعور، اكيد محدش اتعرض له خالص النهارده في التغيير. يعني انا قلت هيطلع بيرستاو ويجامد نص الملعب، يلعب بثلاثه في نص الملعب ويحافظ على الفوز، ولكن التغييرات كلها بقت مكان بمكان، حسين بحد تاني بيلعب قدام، باك رايت بينزل مكان باك رايت، يعني قصدي مكان عبد المنعم، تغيير اضطراري. فانت كان عندك سيناريوهات كتير قوي النهارده، الظروف خدمتك في الشوط الثاني بالروح بالقتال بالامكانيات اللي عندك. انت كنت الافضل الشوط الثاني، يعني بالامكانيات اللي عندك هم خلاص يعني جايبين هدف وبيحاولوا يستنفذوا الوقت ويطلعوا بهذا، حتى لو تعادلت كويس هو ده اللي كان بيدوروا عليه، ان هم ما يخسروش في القاهره النهارده. بالظبط، سيناريو بيبحثوا عنه يعني، ولكن انت جات لك الفرصه انك تكسب حقيقه، فكان لابد أنت حافظ بنص ملعب ده على أكتر عدد من اللعيبة، ما يفضلش مروان عطية لوحده، هو وديانج شايلين الحكاية، وعلي معلول وبيرسي تاو بتتمنى إن هو يكون في يعني في قمة أدائه أو في قمة حالته البدنية أو مطلوب منه حاجات كتير قوي. ومباراة زي دي مصيرية، يعني أنا يعني أعتقد إن أنا كان لازم ألعب برأس حربة صريح يعني. ودخول رأس الحربة الصريح بالنسبة لك كان متأخر جدا برضه. فظروف في الشوط الثاني الإهدار ضربة الجزاء أجلت حاجات كتير قوي، إلى أنك عدت بهدف عبد المنعم، ووضح لينا إن حارس المرمى بتاعهم أيمن شوي قوي. أي حاجة بتروح في ناحية الجون بتخش. يعني ده لو حاجات دي احنا ذاكرها باذن الله لما نروح نلعبهم هناك، ده نقطه ضعف برضو ضمن نقاط الضعف الكثيره اللي موجوده عندهم، اللي هي بتسمح لك ان انت يبقى عندك فرص كتير لو نظمت ضغطك عليهم. انت ما اختبرتوش اساسا يا كابتن. انت ما اختبرتوش اساسا، والوحيده اللي راحت بين ثلاث خشبات راحت يعني، والثانيه راحت برضو على ايوه، بقول لك انت ما فيش اختبارات عليه تبينه يعني. انا بتكلم عن المباراه بقى اللي هي هتبقى موجوده هناك، انت عندك شواهد النهارده ان الناس دي بتعرف تلعب باس 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 في الرجل، ده امتى بيعمل بينجحوا ينقلوا الكوره بسرعه كده ويعملوا، لما انت ما عندكش تمركز ليهم او سايب الارتياحيه ليهم، هم بياخدوا خطوه دايما منك يستلموا فيها، يكون في لعيب تاني بيتحرك يروح حاطط له الكوره، عندهم سيستم بيلعبوك بقاله كام سنه. ده الماتش ده مش بالنسبه لي اول مره اتفرج عليه النهارده، انا بتفرج على الفرقه دي من يوم ما لعبناهم وهم بيلعبوا نفس الطريقه، ما بيغيروش الطريقه خالص. انت الشكل عندك، التكتيك اللي كنت بتلعبه قدامهم كنت دايما بتلعب بثلاثه في نص الملعب، اللي هو كان سولية وحمدي فتحي وديانج، وكان لحد ما انت بتتحكم في امام في زمام الامور. ف النهارده هقول للنادي الاهلي الشوط الثاني اديته ما عليكم الحقيقه، اديته في ضغوط نفسيه عليكم انك تطلع، وانا قلت لك لو احنا تعادلنا النهارده بهذا الشكل اللي احنا كنا فيه والتاخر اللي بيحصل في الشوط الاولاني اللي حصل في الشوط الاولاني احنا هنبقى راضيين حقيقه، ولكن انت كان برضو في ايدك الفرصه انك انت تقدمت 2-1 وبتعرف تتواغل معاهم وبتعرف تخش في وسطهم، وبتعرف لما بيبقى عندك النحرره ويبقى عندك الروح والتركيز وانك تمسك كورتك وتلعب، ما انت قاعد ترقص فيهم اهو، وبتخش جوه ال 18 ومحمد شريف بيلم فيهم ويصلح، ويجي علي معلول يشوط، وعبد المنعم قبل ما يطلع بيشوط، يعني عندك شراسة وعندك أنياب أنت بتظهرها، بتبين في أي وقت أنك أنت ممكن تجيب جول الطبيعي بتاعك يعني. لما بتكلم أنا وأسامة، وأسامة قال لي دول يعني يعتبر النادي الأهلي دي أقوى فرقة في أفريقيا، كويس؟ لما بتلعب لعبك العادي صن داونز والأهلي من أقوى الفرق اللي موجودة في أفريقيا الحقيقة يعني، وهم شكلهم حلو، برازيل جنوب أفريقيا دول، برازيل أفريقيا دول شكلهم حلو الحقيقة، وبيلعبوا وعندهم إمكانيات وجايبين لعيبة كويسة جدا، اتنين تلاتة لعيبة مضافين ليه
عندهم كره جيده وبيستمتعوا يعني، هما بينزلوا على حسب تعليمات الجهاز الفني بتاعهم بيأدوا كره جيده وعندهم سرعات وبيستمتعوا في الاداء. وخلينا نعترف ان في امكانيات وفي فرديات بتبقى موجوده في فرق احنا بنلعبها عاليه، دي من الفرق العاليه اللي موجود فيها كره تتفرج عليها كره جيده وكره كويسه وتهدد في اي وقت. انت اديك شايف الراجل عنده من البرود ان الكره لما ترجع في العارضه ما بيرجعهاش ثاني، ها لا أيوة. بيروح لامم الكره وبعدين رايح وحاطط قوته كلها وشايف ما دي كلها ايجابيات بالنسبه لهم هم كلاعيبه وكفرقه، والفرقه كلها الحقيقه ما فيهمش حد وحش الا الاثنين اللي في العمق اللي بيتفلسفوا أيوة. ورا دول مع حارس المرمى مش قد كده برضه. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل النهارده انك انت تتعادل وتقدم مباراه في الشوط الثاني، ده شيء جيد اللي جاي ان شاء الله. بس عليك بقى مسؤوليه كبيره في المباريات اللي جايه طبعا. لازم تحافظ على ارضك هنا وتبتدي تلعب على شكل بدايته كانت المباراه بتاعت الشوط الثاني النهارده. انت النهارده الشوط الثاني شايف لعيبه شايفه بعض وما اعرفش ايه، لعيبه عايزه تركز، لعيبه عايزه تجري، لعيبه، ولكن الهارموني كله او البيلد اب او الشكل الهرمي اللي بيلعبوا بيه فرقه سان داونز انت مش متعود بقالك فتره على حد بيلعبك كده. المباراه اللي خسرتها في الهلال، ما الهلال كسبك بفاول يعني بضربه ثابته، فما كانتش مباراه فيها اي اداء حاجه تانيه من اي فرقه تهددك في اي حاجه الا الفرقه اللي انت لعبتها النهارده دي. فهارد لك الفوز ومبروك على اقول لك بجد يعني، انا مبسوط ان احنا خرجنا من المباراه دي سلام لحد ما، ولكن كنا نتمنى طبعا ان يكون في فوز ويحط 3 نقاط يعني. صحيح كابتن علاء، يمكن شفنا شوط اول لسان داونز، شوط ثاني للاهلي، ولكن في النهايه خسرنا نقطتين. هو الشوط الثاني ما كانش الاهلي بمعنى الاهلي يعني، هو كان شوط رايح جاي، انت تحسنت شويه عن الشوط الاول عشان بس نتكلم واقعيه كده، حسنت شويه عن الشوط الاول، جت ضربه جزاء ضاعت، بتحصل في اي 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 نادي واي لعيبه، جول تعادل و2-1. هنا بقى لازم يحصل المتغير اللي كان لازم يحصل ان تفكيري اتغير، انا عايز احافظ على 2-1 دي جات لي، انا كنت متاخر 1-0، انا كنت بعيد قوي، الحمد لله ربنا كرمني بقت انا ال 2-1. هنا لازم بقى التغيير يحصل، لازم تغيير لا مش تغيير لعيبه وتغيير طريقه. مظبوط، انت مش محتاج تقابل الناس دي من قدام قوي عشان تبذل مجهود كتير، انت تلعب الناس دي في اخر 40 يارد بالظبط، زي ما بتعمل زي ما احنا يعني، اي ما احنا بنتفرج عليها مع ريال مدريد مش عارف ليفربول وبرشلونه، انت بتتفرج بنقول هي كوره مختلفه ليه؟ لانك اقصى لعب في 45 يارد بالكتير قوي، فانت حاسس انك بتتفرج على كوره، كوره ممتعه وكوره حلوه انت لا انت خليت نفس الكلام بتلعب من 18 ل 18 ونفس كميه الجري ونفس كميه المساحات، مع ان كلنا قلنا هنا في بدايه الاستوديو عشان ان شاء الله نكسب المباراه دي لازم الفريق يبقى كتله واحده قريب قوي والمساحات مقفوله، عشان ده فريق لما بتسيب له مساحات بيعرف ينقل كويس، بيعرف يضايقك نقله ثانيه عند الجول، نقله ثانيه عند الجول، الشناوي قبل الهدف شايل انفرادين في كره واحده، انفرادين في كره واحده، عشان بس ما ننساش ان الناس دي برضو هددتنا وتهديد جامد. الشناوي انقذك في الشوط الثاني، عشان الناس بس تتكلم على الشناوي، بتحصل على فكره، بس الشناوي ادي الشناوي اللي انتوا بالظبط كنتوا حوالي من اسبوع 10 ايام شايلينه ماتش الهلال، وكل واحد طلع التنك شويه، كل واحد طلع اصل انا كلمت الشناوي والشناوي قال لي الشمس، ما غلط ايه اللي فيها؟ يعني غلط الشناوي في الهلال، ايه اللي حصل؟ عادي، ما كنت غلط في ليفربول وريال مدريد، ايه اللي حصل؟ ضربوه وكل واحد يطلع يعمل نمره، اصل انا كلمت الشناوي والشناوي قال لك لا مش كورتوا بس وجون اي حد لا وفي نفس الماتش وجون واليسون في جون في اي حد معرض للخطا، بس احنا هنا بنموت في الشو ونموت ان ما غلط يعني. هو معلش هرجع لموضوع الشناوي ده، انا اسف انا كنت عايز اتكلم فيه بس انا الاستوديو اللي فات ما كنتش موجود. الشناوي غلط، هو الشو اللي حصل ده ليه؟ هو يعني احسبها كده بالعقل، لو الشناوي غلط والموضوع عادي ايه اللي فيه؟ غلط، ما هو ده الشناوي اللي شالك النهارده، الشناوي النهارده 70% من التعادل بتاعك النهارده للشناوي، لانك انت هم 1-0 والهدف الثاني ده جه كان الموضوع بقى شبه مستحيل. لازم نتكلم، بتيجي تتكلم على الكوره نتكلم بواقعيه، فالشناوي النهارده ممتاز الشناوي،
عادي جدا وبتعمل الحاجه اللي انت بتجدها، تعمل الحاجه مستواك عشان انت كده موجود في النادي الاهلي، انت عشان كده موجود في النادي الاهلي، وانت عشان كده موجود في منتخب مصر، وانت عشان كده رقم واحد في مصر، وتسكت. انما الهيصه دي والناس اللي بتتكلم اي كلام، وواحد طبعا في ناس بتتكلم عشان توقع الشناوي اساسا، مش بتقول لك مش عشان بتحب الشناوي، عارف انت السم في العسل معروفه يعني الناس دي مين. فخلاص ادي الشناوي النهارده الحمد لله اداك تعادل، ده الشناوي. انت النهارده الماتش راح منك ورجع، ورجع لك باتنين واحد، يعني هو رجع لك بتعادل، لا ده رجع لك باتنين واحد بهدف ممتاز لحسين الشحات، فكر كويس قوي، عمل حاجه اللي محدش متوقعه ولا حارس المرمى. بعد 2-1 يا ايمن تقفل الجيم، تقفل الجيم وتغير طريقتك. انت مش محتاج تقابل الفريق من الاول خالص، محتاج ليه؟ انت مش محتاج، انت كل اللي يهمك ازاي تقفل اخر 40 يارده 35 40 يارده بس، ودي انت قادر تعملها. مش هتعرف توقف اربعه ونص الملعب والمفراوده ينزلوا، هتعرف لان اللعيبه، لانك هتعرف سبب واحد بس، الفريق ده لما كلمك كابتن شريف ما عندوش غير الطريقه دي. صح. هو ما عندهوش غير الطريقه دي، ما بيلعبش غيرها. مزبوط. ولا بيعرف يقفل ولا بيعرف يعمل حاجه، هو بيحب يعمل من لمسه ولعبه وطريقه، لمسه ولعبه ولمسه ولعبه ويفاجئك بكوره. لمسه ولعبه والكلام ده كله حاجتين بتعملها عشان تقطع الكلام ده، اقفل مساحاتك بس. يعني هي مش محتاجه عبقريه في كره القدم ايمن، هي محتاجه انك تقفل المساحات وخلاص على كده. حتى التغييرات اللي انت عملتها لا يعني ممكن اتاخرت فيها شويه، بس انا كان رايي اول حاجه تعمل بعد 2-1 غير شكل فرقتك بس، الطريقه بس، باي افراد، حتى لو الافراد الموجوده دي اللي هي مثلا في ناس مش في يومها، لكن على الاقل هو هيعرف يقف كويس، هعرف اوقف فرقته كويس. وتعالى انت خد انت يعني، انت تعالى انت اعمل عايز تعمله، بس انا عارف بعمل ايه. هنا التغيير، هنا الفكر، انا عارف انا بدافع، وبعد ما دافع انا هعرف ازاي استغل كل الثغرات اللي بقت في دفاعك انت، لانك انت بتدور الوقت عشان تتعادل، انت مش عايز، انت بتدور عشان تتعادل 2-2. أيوه. انا ثلاث نقاط، احنا قلنا كلمه هنا ايمن، قلنا انا ولا عايز شكل ولا عايز اداء ولا عايز حاجه، عايز انا عايز ثلاث نقاط. ايه اللي كان حصل النهارده لو بعد 2-1 مش قفلت زي ما كابتن شريف بيقول لك؟ بص ضلمها. أيوه. العب بثلاث مساكين وزقه بالاثنين اللي قدام، اقف، ما تعرفش تقفل، سهل على نفسك، ما تعرفش تقفل الملعب في اخر 35 يارده، دي اسهل حاجه في كره القدم. أيوة. وهتعرف تعملها لسبب بسيط جدا، انت لعيبتك لما بتقطع الكره وتمسكها هتعرف تتحرك. أيوة. هتعرف تلاقي مساحات، هتعرف تستغل محمد شريف احسن. أيوة. استغلال هو ده اللي كانوا سايب بيتكلم عليه. أيوة. وكهربا لان سيب بس الاثنين دول على دايره السنتر، هتلاقي المساحات، كهربا مساحات وسرعه ومهاره نفس الكلام عند شريف. بالزبط. فانت كنت هتلعبه بمنتهى الذكاء. هي المشكله يا ايمن فرحة الهدف الثاني نسيتك اللي بيحصل في الملعب، ضغط على الملعب كله، بس ما ينفعش كده. أوه. لازم انا كفرحتي كمدير كوره وراجل مسؤول غير فرحه الناس دي كلها. انا بفكر في اللي انا عايزه. صح. خصوصا ان انت بتلاعب فرقه خطره، انت ما بتلاعبش فرقه طبعاً جابت جول صدفه، لا لا لا. لا 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 انت بتلاعب فرقه انت حافظها ومذاكرها كويس قوي وعارف نقاط ضعفها ونقاط قوتها. نقاط قوتها اي حد النهارده كان بيتفرج في استاد السلام عارف الفريق دي بتلعب ازاي، مش عايزه محللين على فكره. أيوة. عارفاهم، وهيجوا لك السنه دي والسنه الجايه لما كابتن شريف بيتكلم. أيوة. وبعد خمس سنين والله اعلم بقى هو نفس الشكل، نفس التمرير، باص باص باص، بس لما تسيب له مساحات. قفلت المساحات، هو ما عندوش اختيارات كتيره، خصوصا ان عنده اخطاء لما بتعمل عليه ضغط. الشوط الثاني برده عملت عليه ضغط، هم نفس الاثنين اللي في القلب، كنت هجيب جول. فهي كانت هنا المشكله بسيطه جدا، كيفيه التعامل مع ظروف المباراه هو ده اللي بيفرق. انا ما انا مش مع الماتش، انا ما بحبش يمشي مع الماتش كده، لا الماتش لازم تبقى عارف انت عايز منه ايه. 1-0 لا ده انا اعمل ضغط عالي واعمل صح ضغط عالي لحد ما اتعادل، اتعادلت هدوء وابدا اشتغل عشان ادور على مكسب، بس ما اسيبش المساحات بتاعتي اللي هي دايما انا بغلط فيها. بعد الهدف الثاني يا ايمن تغيير تماما، مش في افراد، في الشكل. تخيل انت لو قفلت الملعب استحاله الانفراد ده يحصل كده بالشكل، مش هيلاقي المساحات دي، مش هيلاقي. أيوة. انت ولاء الانفراد واللي حصل الجول الثاني ده ان المساحات موجوده. مزبوط. انت ما غيرتش فكرك، ما غيرتش طريقتك، لكن كان بعد كل ده كان ممكن اقدر يحصل ان خسرت النهارده. فتقول الحمد لله على التعادل، نقطه احسن من لا شيء، وابدا احضر نفسي، لان في حاجه بسيطه جدا ايمن. انت هتوصل للفرقه دي بعد ما تكون خلصت كل ماتشاتك، اخر مباراه ليك صن داونز في صن داونز، تبقى محتاجها قوي، افهمني. لا فيها عادل
هتبقى هتلاعب. لا انا اعتقد لا 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 ما انا سالت سان داونز اخر مباراه ليك. اخر مباراه ولا مش بينهي؟ مش اللي بينهي بيبدا. لا 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 الجدول عندي انت عندك مباراه، انت عندك مباراه مؤجله اللي هي مؤجله كان المفروض تتلعب وبعدين سان داونز. لا بعدين هلال كانت المفروض. طب احنا هنجيبها، يا ريت يا ريت الاعداد يجيبها عشان دي كانت جدول كده خالص. دي كانت المفروض تبقى المباراه الثالثه ليك. انا الثالثه بتبدا بيها. انت المفروض تروح لسان داونز الماتش الجاي. لا مش هتروح، هتلعب القطن المؤجل. هتلعب القطن وبعدين تروح لسان داونز. هتروح للقطن، هتروح للقطن الاول. ايوه وبعدين القطن الماتش الثاني هنا القطن سان داونز القطن الهلال. القطن بتاعك اللي يعني متأجل هتلعبه بعد كده هتروح للقطن بتاعها. لا لا القطن سان داونز. ايوه يعني هتاخد القطن اللي كان بقى سان داونز. ايوه هتروح سان داونز لان هو اقول لكم انا هتلعبوا هتلعب ازاي. هنلعب القطن مؤجل كويس وبعدين نروح سان داونز هناك وبعدين نروح للقطن هناك وبعدين نرجع للهلال السوداني. ايمن ايمن بعد اذنك علي اتفضل يا اسامه اتفضل. سان داونز ده الماتش الثالث مظبوط. الثالث ده بتنهي بيه فانت بس عندك ماتش مؤجل هيتلعب قبليهم وهتروح له. أيوة هو يعني طبيعي لو احنا كنا لعبنا أيوة مظبوط الماتش الجاي كان سان داونز. ما ده اللي انا بقول لك عليه في النص اللي خلال عليه. ده اللي انا قلت عليه. ايوه صح كده. انت كويس انت في كل الاحوال هتلعب الهلال اخر ماتش يعني. ايوه اخر ماتش ليك هنا. اخر ماتش ليك هيبقى هنا هنا هتبقى الامور لحد ما 31 او 1 اه لحد ما الامور وضحت انت عايز انت ايه. لكن انت في ايدك ست نقاط مهمين جدا بتاع القطن. مش لازم ده انت ما فيش مفر. لا مفيش مفر غير ثلاثة الهلال. ما بس ناخد الاول الست الاول بس بتوع لازم تاخد قطن قطن تاخد الست الاول وما تخسرش سان داونز هناك. وسان داونز يعني تعمل احسن نتيجه ايجابيه ليك يا تعادل يا تكسب ويا ريت تكسب طبعا يعني. ومالكش دعوه الفرقه الثانيه يعني سيبك من سان داونز والفرقه الثانيه وفي الاخر تلعب الهلال هنا. هي الحسبه دي ايمن انت دخلت فيها ليه؟ عشان نتيجه النهارده. وكل سنه بنخش في نفس الحسبه دي دي ربع سنه على كده كل سنه ماشيين على الوتيره ربع مره. لكن هي مش يعني مش حاجه حلوه تخش في الحسبه دي لانك انت النهارده احنا كنا ايه عايزين الثلاث نقاط وتبدا بهدوء. اصل دايما بتفكر كانت في ايدينا مفكر أيوة. بهدوء غير ما تفكر وانت مضغوط ومستني هشوف الهلال هيعمل ايه مع القطن. أيوة. والقطن ممكن يعمل اصلا داون. خش بقى في حسبه بيرما وحسابات مع ادا اوقات ان انت اللي هو انت مصيرك مش بايدك انت مستني الفرقه الثانيه. لكن خلاص بعد كل ده تقول الحمد لله نقطه احسن من لا شيء. كان ممكن يحصل اسوا سيناريو النهارده على اللي حصل النهارده يعني نقطه وابدا ان شاء الله على اللي هو حطيت نفسك في موقف وانت قده. ايوه قده في ايه انت لعبت متمرس على كده وانت النادي الاهلي لعبت النادي الاهلي بادارتك بجماهيرك العظيمه اللي شجعت اللعيبه بعد المباراه. صحيح. ودي حاجه جميله جدا طبعا جدا. و عندك إدارة وعندك مدير فني وجهاز فني هيعرف يتعامل ازاي ان شاء الله مع الفترة القادمة ان شاء الله. وزي ما بقول لك دايما بقول كلمة هنا كل مباراة فيها ايجابيات وفيها سلبيات. سلبيات حاول تطلع منها النهارده. ومدير فني مهما كبر ومهما بقى حاجة حتى لكن انا بتعلم كل يوم حاجة جديدة. عشان كده بقول لك النهارده على قد الايجابيات على قد فيه سلبيات على قد برضه النهارده خدت خبرة جديدة ان انت في كل اوقات المباراة لازم تتعامل مع فريق منافس ان هو في حاجه بيجدها كويس قوي لازم كنت تقفلها تحرمه منها. عارف تحرم ما تحرم حد من حاجه أيه. كنت انت تحرمه النهارده من حته المساحات وان هو في بيلاقوا بعض في الملعب ان هم ما بيغيروش ايمن. أيوه يعني عارف لو انت لو انت غلبهم 3-0 أيوه. هيلعب نفس اسلوب اللعب فاهمني نفس الكلام. فعشان كده خلاص الحمد لله ونقطه احسن من الاشياء ونبدا ان شاء الله التحضير للقادم ان شاء الله. كابتن اسامه الحمد لله طبعا على كل شيء. التعادل مش في صالح النادي الاهلي ولكن ليست نهايه المطاف. لا لا احنا المواقف ده اتحطينا فيه كتير وطلعنا منه اخرها برضو السنه اللي فاتت او اللي قبليها لما سان داونز كسبنا ماتشين رايح السنة جاي السنه اللي فاتت ووصلنا في الاخر يعني. فدي ان شاء الله ما فيهاش خوف ولكن حذر يعني. هي ما فيهاش خوف ان احنا تعادلنا النهارده ولكن حذر يعني. انت رغم الحاله اللي مش حلوه النهارده خلينا نقول بالعقل يعني الشوط الثاني احسن نسبيا من الشوط الاولاني ولكن بصفه عامه كحاله لعيبه الاهلي وفرقه الاهلي في الماتشات دي مش في افضل حالاتك ومع ذلك قدرت تتعادل وضيعت ضربه جزاء. ويمكن انا بين الشوطين رغم ان احنا مغلوبين انا قلت لك بين الشوطين اخطائهم كتير جدا جدا جدا. فريق جيد فريق ممتاز بيتناقل الكره كويس عنده ثقه وخطوره في الثلث الاخير ولكن في الجزء الدفاعي بتاعهم نسبه اخطائهم عاليه جدا. ثقه زايده قوي يعني بينقلوا وهم مزنوقين قوي بدرجه اكتر من كره لما نيجي نرجعها في الست يارده بتقطع منهم من كتر المبالغه في التحضير وحتى
مع وجود الخطوره. فانا اتصور يعني قبل ما اتكلم على الماتش ده اتصور ان هناك انا بقول لك سهل جدا جدا تجيب فيهم اجوان. هي الفكره بس ازاي انت ما يجيش فيك اجوان، لان هم في التلت الاخير يعني تحضرهم من ورا في نص الملعب للتلت الاخير عندهم ثقه وهدوء داخل ال 18. يعني الهدفين اللي جابوهم، الكره الاخيره بترتد، الراجل بهدوء بيرقص، وحتى اكتر من فرصه يمكن التأني بتاعهم اللي زياده عن اللزوم احيانا بيضيع عليهم الفرصه. يعني في كام فرصه هم بيستنوا زياده عن اللزوم، هي دي بتديهم في وقت ميزه وفي وقت تاني عيب، ان هم جوه ال 18 بيتعاملوا بهدوء قوي يعني. فدي مكمن الخطوره بتاعتهم، مكمن الخطوره الكبير هناك، انك ازاي تمنعهم في التلت الاخير ما توصلهمش بسهوله لمرمى الشناوي. لكن انك انت تحرز فيهم اهداف هناك، انا بقول لك ان شاء الله باذن الله بتركيز وسهوله انك تقدر تجيب فيهم اجوان هناك، لانهم عندهم مبالغه في التحضير في اماكن خطره جدا رغم الاخطاء الكتيره اللي بيقعوا فيها، فسهل قوي تستغل هذه الاخطاء. والدليل على كده الشوط الثاني وانت مش في افضل حالاتك، انت اتحسنت طبعا عن الشوط الاولاني، كميه الحركه بقت اكتر شويه، يعني اللعيبه ابتدت تحس ان في خطوره، لكن ما تعتبرش مش في حالتك الحلوه بتاعت الفرقه الاهلي ماشي، بس ومع ذلك جبت ضربه جزاء اول ما نزلت ثم هدف كويس. ثم هدف كويس. انا مع علاء، وانا كنت لسه هقول لك حاجه عليا طبعا برضو. بص، اللي زعل ان انت كنت في ايدك ثلاث نقط. بص يا ايمن، ما هي دي بقى النقطه الخطيره، عشان كده لازم برضو اللعيبه اللي في الملعب، يعني طبعا الجهاز الفني اكيد واللعيبه كمان اللي في الملعب لازم عندها وعي في الجزئيه دي. انا مش في احسن حالاتي وقدرت اجيب جون بدري ثم الجون الثاني في الدقيقه 73، لازم في وقت، في احيانا انا بحس ان انا فايق قوي ورايح على الجون الثاني والفرقه فايقه وهجيب جون ثالث، وفي وقت لا، انا حاسس ان الظروف النهارده مش طبيعيه وانا جبت الجون الثاني وناقص ربع ساعه لازم اقفل في نص الملعب. انا حتى يعني على هو بيتكلم انا كاتب هنا وسط الملعب مفتوح. مظبوط، وسط الملعب مفتوح بمعنى انه ديانج ومروان عاملين جهد وكل حاجه، بس نص الملعب واسع عليهم جدا، والفرقه الثانيه لقت المساحات اللي تلعب فيها كمان. مظبوط، لان هو ده ايه راس ماله، راس ماله اللي كده. هو بيعيش عليه ده، هو عنده، واحنا يمكن قلنا كلنا قبل بدايه الماتش ان هم عندهم تناول الكره بسهوله في مساحات صغيره، فما بالك كمان انت لو اديته المساحه. بالظبط، فكان الطبيعي زي ما علاء قال وكابتن شريف ان واحد زي حمدي فتحي كان ممكن ينزل مع انا كنت بقول ممكن بدل مروان، حتى مع مروان وديانج بعد حمدي شكله كده عنده شد او حاجه. الا بقى لو كان عنده شد دي طبعا حاجه مش جاهز بنسبه كبيره، يمكن ماشي. في حاجه ايا كان مين كان ممكن ينزل اي هو في الاحتياط ما اعرفش عادل، يعني انا مش متخيل ان هو على الخط بره وما لا يعني تابعين بيه. يعني هي الطبيعي ان انا اقفل قدام نص الملعب بعد 2-1 وبعد 2-1 واستنى على شريف او على كهربا في حاجات بقى لما تطلع عليهم، خاصه ان هم بيغلطوا كتير ورا. صح، وتأمن على فكره الشكل. انا مش داخل في مقارنه مع مدربين، بس احنا لعبنا بالاسلوب اللي انت بتقول عليه دوت في شوط تاني معاهم برضو، وتمكننا من الفوز كمان من زياده الغله. لان هو يعني اولا هم من سنتين بالظبط من الفرق يا ايمن ما عندهمش في فرق بتبقى عندها خوف من الخساره او بتاع، بيلعبوا باسلوب، هم هيفضلوا على اسلوبهم اللي هو تناول الكره ده، وهيطلعوا بعدد كبير وهم مغلوبين، وهتلاقي في مساحات ورا في ظهرهم، هتلاقي في مساحات. هو احنا كلنا هنا قلنا ايه بعد الهدف الثاني اللي احنا جبناه؟ ايه في الملعب وننزل واحد ثالث قلنا لابد ان ينزل حمدي فتحي دلوقتي ونلعب بستار في نص الملعب. أيوه، وما نمكنهمش ان هم يلعبوا كره سهله. مظبوط، كلنا قلنا نفس الكلام، ويقلل المسافات. وعلاء دلوقتي قال لك بلاش يغير حد، يغير الطريقه. ايوه، يعني هي دي الفكره، ان احنا قلنا حتى واحنا مكتملين وحتى احنا قبل المباراه قلنا هي الصعوبه
ان انت لازم تقفل كويس في التلت الاخير عشان هم عندهم حاجات اللي هي بيعملوا فيها وانتوهات والكرات القصيره وعدم التهور في اللعب، يعني فيه هدوء ورزانه مبالغ فيها، ساعات بتبقى مبالغ فيها. هي طبعا في التلت الامامي يا ايمن حتى هم لما بيبالغوا في عدم انهاء الهجمه وتضيع ما فيهاش مشكله، لكن هم كمان في التلت الاخير بنفس الاسلوب بيقعدوا يتنقلوا الكره في ال 18 وانت ضاغط عليهم، بس الغلطه بيحصل فيها ايه؟ كره عليك انت، لكن هم حتى في ال 18 بتاع المنافس بيقعدوا يتنقلوا الكره حتى ما بيخلصوش بدري، فهي ساعات بتنجح معاهم قوي وساعات بيتاخروا انه ياخد القرار ان يجيب هدف يعني. فكانت لازم نقفل شويه نص الملعب، لكن بصفه عامه على الظروف اللي احنا كنا فيها طبعا كان نفسنا نكسب وكان نفسنا نطلع بثلاث نقط، بس انا شايف في الظروف دي ماشي التعادل مش سيء، ولكن لازم يبقى في تركيز اكبر في ماتش الاولاني بتاع القطن. طبعا لازم ان شاء الله هنا الاول مش كده ولا هناك ان شاء الله القطن المؤجل الاول باذن الله نكسبه، باذن الله تروح على صن داونز وانت عندك 4 بونت ممكن تعمل هناك تعمل نتيجه ايجابيه معاهم ان شاء الله، لان زي ما قلت لك التلت الاخير عنده مشاكل واسلوب لعب ما بيتغيرش. ايوه بالظبط، يعني في فرق زمان. لا ما بيتغيرش، يعني في فرق ممكن ايمن تقول ايه انا كسبان انا هقفل بقى ورا جامد وهشتت واعمل، هم ما عندهمش كده والعب بعنف، لا هو هيفضل بنفس الريتم والاداء حتى كسبان خسران. فانت عندك فرصه هناك ان شاء الله. النهارده يمكن في لعيبه كتير ما كانتش في افضل حالاتها، ولكن الشوط الثاني الى حد ما افضل نسبيا من الشوط الاول. افضل نسبيا من الشوط الاول صحيح. كابتن عادل يمكن طبعا احنا زعلانين ان المكسب كان في ايدينا، بس برضو متفائلين اللي جاي، يعني يعني في ناس كتير هتقول لك المكسب برضو كان في ايدينا وثلاثة بونت غير بونت، انما نتيجه ماتش النهارده كسبت نقطه وخسرت نقطتين، بس ممكن النقطة دي هي اللي توصلك لدور الثمانية إن شاء الله. أولاً خد بالك من حاجة مهمة، إنك أنت لسه قدامك مباريات كتير في دور المجموعات، أنت لاعب 2 من 6 مباريات باقي لك 12 بونت بره. العب على ال 12 بونت النادي الأهلي يقدر يلعب عليهم. لو راح منهم 2 هتبقى 11 بونت. يبقى عندك مثلا يبقى عندك 11 بونت. فانا مش عايز يعني افرط قوي في حته ان ضاع مننا بنات ومش ضاع مننا، لا خلاص الموضوع انتهى، خلينا محترفين. النادي الاهلي بقى له 2 سنين في الوقت ده من السنه بيحصل له كده، بيجي من كاس عالم للانديه وبيجي من مباريات وبيبدا وحش في دوري المجموعات 3 سنين وبيبدا يعني البدايه مش اللي هي المكاسب عقبال ما يلم نفسه من اللي بيحصل معاه من سفر ومن رجوع ومن حاجات كده كتير قوي. ده اللي احنا عايزين نركز عليه. ايوه احسن حاجه للفرق الكبيره ان هي ما تخسرش، هي لازم تكسب، ولكن لما ما تكسبش ما تخسرش، ودي الايجابيه الوحيده النهارده انك انت يعني رحت وتقدمت، وفي اسباب هتكلم عليها فنيه بعد شويه، ولكن انت وصلت انك انت تتعادل ووصلت انك انت تكسب، يعني عندك بغض النظر عن المستوى اللي احنا عاوزين نتكلم عليه وهتكلم الاسباب ايه وهفندها لك الاسباب، ولكن اهم ما في الموضوع انك حاولت واشتغلت واجتهدت. وهنقول ليه حصل معك كده. اولا انت بتلعب فريق محترم بيعرف يلعب بره كويس، وانا قلتها لك قبل الاستوديو يا كابتن، سان داونز من الفرق اللي بتعرف تلعب بره ملعبها لانهم لعيبه كوره بيعرفوا يمسكوا الكوره، واي فرقه بيلعبوها عايزه تهاجمهم فهم بيعرفوا يمسكوا الكوره كويس. عندهم اخطاء في الحته الدفاعيه، ولكن جامدين في الحته نص الملعب والهجوم، حتى في الحته الدفاعيه مش بطلين. ما انت كنادي اهلي انت دفاعك كويس دخل في الجونين، وهو كسان داونز دخل في الجونين، هو ضيع وانت ضيعت، انت فهمتني؟ فانا بقول انه خلينا نبقى
نهدى شويه. انا بتكلم على فريق النادي الاهلي، اهدوا شويه، ما فيش حاجه حصلت. انت هتلعب ماتشات الدوري وبعدين عندك عندي الداخليه وبعد كده عندي القطن ان شاء الله. هنمشي خطوه خطوه، هو انت محترف امشي خطوه خطوه، امشي الداخليه خلص الداخليه، حضر للقطن تخلص القطن ان شاء الله، تحضر لسان داونز. انت رايح 11 مقاتل تلعب هناك، زي ما تعادلوا معاك هنا انت تقدر تكسبهم هناك وتقدر ترجع بالمكسب من هناك. لو ما كسبتش ما تتغلبش برضه، هترجع هنا تلعب الـ 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 الهلال او هتلعب القطن تاني في القطن وبعدين تلعب الهلال، هتاخد 12 بونت ان شاء الله الوصول تقدر تعملها. ولكن خلينا بقى نرجع لمرجوعنا جوه الملعب. انا يمكن اتكلمت معاك كابتن ايمن قبل الاستوديو، قلت لك الفرق الكبيره اللي سازن داونز لازم تلعب معاها بطريقه معينه وفي عناصر تكسبك اي مباراه. انت النهارده ايه العناصر اللي خسرتك المباراه؟ اول حاجه انت عامل العمق الدفاعي فاتح لي الملعب طول الماء مع لعيبه كوره بيعرفوا يسلموا، عندهم سرعات ولاعيبه كوره كويسه، ما ينفعش نفتح الملعب ونعمل العمق الدفاعي الكبير. تاني عنصر خسرك الكور الثابته، رغم انك جايب جون في الكور الثابته، بس انا بتكلم على انهي كور ثابته. انت تستغل الكور الثابته بتاعتك، حتى الكور الثابته اللي عليك انت كانت عليك خطر، وفي الشوط الاولاني ليهم واحده جون رسمي. الحاجه الثالثه عدم استغلال الفرص الاولانيه. تخيل انا يمكن اتكلمت معاك قلت لك ان اول فرصه لو دخلت الثقه هتيجي، يمكن بعض اللاعبين ما كانش عندهم الثقه من تضييع الفرص، يعني انت رحت وما استغلتش الفرصه الاولانيه وما استغلتش الفرص الكتير اللي جات لك، ممكن انت ما تبقاش موفق كشكل جماعي ولكن تقدر تكسب واحد واثنين وثلاثه زي النهارده. انت كسبت ورجعت. الحاجه الـ 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 الخامسه ودي يعني المهمه يا كابتن، لا والرابعه ودي المهمه، عدم الواقعي مش واقعي لما بتكسب ومش واقعي لما بتخسر. بمعنى الريتم بتاعك واحد. انا لما كسبت 1-0، لما كنت متاخر 1-0 هاجمت علشان اجيب التعادل وعشان اجيب المكسب. انا هاجمت اجيب التعادل وهاجمت اجيب المكسب، جبت المكسب. لازم يبقى في لعيبه كبيره في وسط الملعب، هي دي المشكله. المشكله مع يعني انا عايز اقول اني في لاعب كبير جوه الملعب، وقف قفل بغض النظر المدرب هيقول برضو، لو المدرب ما قالش دي كان برضو نقدر نقول ان هو عمل واحده المفترض يبقى واقعي فيها. تكسب 2-1 تنزل حمدي فتحي، حمدي فتحي ينزل يقفل مع الثلاثه، تقدر تخرج المباراه ونتكلم بعد المباراه. العدم الواقعيه اللي احنا بنتكلم عليها في المكسب وفي الخساره دي لازم علشان المباراه القادمه، انك مش عايز اداء. يعني في مباريات زي القطن بره انا مش عايز اداء، لما انت خلاص دلوقتي عايز اخد التلاته نقط. هي 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 سر افريقيا كده، هم المدربين الاوروبيين عندهم السر بتاع اللعب بره وجوه واحد. لان سيستمهم واحد، قرب المسافات، ملاعب واحده، ثقافه واحده، وفكر واحد. اي بس في حاجه عايز اقولها لك. يعني هو المدير الفني لما بيخش بطوله بيبقى دارس كويس قوي، يعني درس الفريق درس البطوله وعارف اجواء البطوله، وحتى المفروض يكون في مساعده من المساعدين المصريين، بس فاكيد عنده فكره. خليني لا يا كابتن لا يجهل الاجواء يعني بنسبه 100%، بس خليني اقول لك يا كابتن الواقعيه، واقعيه المدرب بتيجي من حاجه مهمه قوي. انك انت النهارده اول ما شفت انت كسبت 2-1 وعندك صعوبه، وعارف ان هم عندهم الحته الهجوميه ونص الملعب عاليه قوي، انا لازم اعمل ما اعملش العمق بقى في الوقت ده، او اكتر واحد في وسط الملعب. انت تكتر واحد في وسط الملعب فعلا. اللي هو حمدي فتحي. الحاجه السادسه بقى اللي انا عايز اقولها، فين حمدي فتحي؟ يعني جميل انك تقدم لعيب واثنين وثلاثه، لكن حمدي فتحي فايق. يعني انا اخشى على حمدي، يعني انا اخشى على حمدي ثقته تقل شوي. ولو كان حمدي مصاب ومحطوط كاحتياطي غلط برضه. انا بقول لك لو مصاب مش هتحط احتياطي، بس يبقى سليم.
طالما اتحط جوه الفرقه يبقى سليم حمدي. حمدي المفترض اني من اللعيبه اللي نضجوا جدا السنه دي. افضل لعيب في اخر خمس ست مباريات الدوري مع كاس العالم للانديه. كان بيطلع ياخد يمكن احنا هنا في الاستوديو ادينا الحمد فتحي اكتر من ثلاث اربع مباريات افضل لاعب في الملعب لو فاكرين في الدوري. فانا اتمنى انه الحته بتاعت اللعيبه اللي هو ايه يا كابتن اللعيبه اللي زي حمدي اللي عندها روح عالي قوي هتحتاجها في المباريات اللي بره في افريقيا. ايوه هتحتاجها في حته الدفاع انك تحافظ على المكسب. حمدي فتحي دلوقتي طور من نفسه بقى مهاجم كمان لكن حمدي فتحي اصلا بيدافع كويس. من اهم الحاجات اللي النهارده ايجابيه لفرقه النادي الاهلي حاجه مهمه قوي. واحد الحاجات الايجابيه بقى اللي انا شفتها النهارده رقم واحد وده المهم انك فريق كبير مهما كنت مش مأدي بس ما بتخسرش وكنت بتكسب وضاع منك بنالتي. يعني انت كان المفروض ضاع منك بنالتي وكسبت 2-1 وكنت ممكن تكسب كرة الجون اللي دخل فينا انا شفتها مع كابتن علاء قولها لي دلوقتي. الجون الثاني احنا اكتر من لعيبه سان داونز بسبعه احنا كنا ثمانية على اثنين. يعني هي الحته دي انا لما بكلمك على حمدي فتحي انا مش بقول لك انك تعمل كتله دفاعيه لا انا بقول لك انك انت تعمل كتله صلبه من في نص الملعب ما بتروحش عند الهجوم بتاعك. لكن هو ادرك كمدرب شايف حمدي فتحي وصل لايه هو ادرك ولكن ده كان وجهه نظري. الشناوي النهارده من احسن لعيبه الفرقه النادي الاهلي يعني وقفك على رجلك في اخر خمس دقائق لعب ليبرو لو شفت الاكتر من كوره يعني دي من الحاجات الايجابيه النهارده. الحاجه الثانيه المهمه انك انت كان عندك فرص كتير جبتها وعملت فرص كتير بغض النظر عن اخطائهم كفرقه ولكن انت وصلت للجون. احنا اتكلمنا على السلبيات واتكلمنا على الايجابيات وعايزين بقى نتكلم على اخر حاجه. احنا جمهورنا عظيم بدأ قبل الجهاز وقبل النادي وقبل اي حد بدأ يقول ايه كله يجي وسقفوا لعيبه النادي الاهلي. مظبوط ليه هم حاسين بحاجه مهمه قوي. احنا دوري مجموعات ايوه انا يعني احنا يا كابتن ثلاث البطولات اللي فاتوا دخلنا في دوري المجموعات ما كانش ادائنا عظيم عشان الظروف اللي بتحصل لنا فالجمهور واعي وفاهم. فاللي يطلع بقى دلوقتي يقول لك النادي الاهلي حصل له مش النادي الاهلي حصل له ما فيش الكلام ده. احنا حتى لو النادي الاهلي هنوصل لاخر يعني هنوصل او لاسباب التعادل ان شاء الله هنوصل ان شاء الله باذن الله. بص النصر والهزيمه من عند الله ولكن اللي عليك انك تجتهد وتموت نفسك كلاعب. انا بقول للعيبه موتوا نفسكم مالكوش دعوه احنا وراكم مفيش حاجه وهنساندكم طول الوقت وبنقول للمدرب هنساندك طول الوقت واشتغل واجتهد بس اتمنى منهم الواقعيه في المباريات اللي بره. يعني المباريات اللي بره عايزه حته يعني حته فيها فكر اللي هو ما تجازفش قوي وما تدافعش قوي بالذات ماتش سان داونز لانه فرقه سان داونز انا مش عاوز اتكلم عليها لما تيجي تلعبك هناك مش تبقى زي هنا. بس انت بتتكلم كلام مش للعيبه للمدير الفني اكتر يعني انت بتنصح المدير الفني مش بتنصح عليه لان خلي بالك برضو المدير الفني هو اللي بيدير واللعيبه في الملعب بتنفذ طبعا فممكن يكون ده كلام المدير الفني تمام. فانا يعني مثلا انا كنت عايز اتكلم على ركله الجزاء بغض النظر عن ان ممكن اي حد يخش ويضيعها ركله الجزاء انا كنت متوقع كمشاهد اهلاوي إن علي معلول هو اللي هيخش. علي معلول مش هيخش يعني متوقع واحد تاني غير هاني. بقول لك حتى لو علي معلول كان ممكن يخش ويضيع عادي ما بتكلمش على هاني خالص. انا بتكلم عن ركله الجزاء دي
دي اكيد مليون المية تعليمات مدير فني. لا ما هو مش ممكن هاني ياخد الكرة ويروح لا ما انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، هي التيم وانتوا كباتن ولعبتوا قبلينا وعارفين واكتر مننا عارفين الموضوع ده. اي مدرب بيعد ثلاث لعيبه بالترتيب في المحاضره يقول له انت اللي هتشوط رقم واحد وانت رقم اثنين وانت رقم ثلاثه. لو رقم واحد اعتذر او اتعور او خرج هيلعب رقم اثنين، لو رقم اثنين مش هيلعب يلعب رقم ثلاثه. بس شوف انا من وجهه نظري احيانا في الحاجات اللي زي دي انا بلاعب اللي اعصابه اعلى شويه. يعني بخلي اللي اعصابه اعلى كتير. هو مستر كولر عموما يعني قال عليه على البينالتي ان في المؤتمر يعني اتكلم عليها ان عالية قبل كده ضايع وقفشه ضايع. هاني كان مميز في ركلات الترجيح في التدريبات في فتره التدريبات فهو فضل ان هاني هو اللي يخش، هاني الثالث يخش يعني. هي دي بقى النصيحه اللي انا نفسي انصحها له، اللاعب المصري غير اللاعب الاوروبي. يعني هو حط الثلاثه دول هم اللي يشوطوا، فاي واحد منهم يشوط. سيبني اقول لك دي عشان دي مهمه. اتفضل. اللاعب الاوروبي غير اللاعب المصري. ايوه. اللاعب المصري بيعمل ايه؟ الحته ان هو يبقى ممكن يعملها في التمرين كويس، لكن اعصاب المباراه حاجه تانية خالص. فانا ممكن اختار واحد بيعرف يشوط اعصابه عاليه. انا ما اعرفش هو عشان ازاي المدرب مش بالتدريب بس. لا ما هو كولر بياخد التدريب، ما هو حط على حد دايما حطها تدريب، هو بياخد من التدريب. كابتن ده شيء مكتوب في السماء، ده شاطها محمد هاني شاطها. ايوه احنا ما بنتكلمش على دي. ايوه انتوا ما اعترضناش على ايوه انا ما اعترضتش على اي حاجه. بنتكلم على حاجه في الملعب. نقعد نقول نمره واحد ونمره اثنين. لا بس هو بعيد عن يا ايمن، بعيد عن اضاعه هاني لضرب الجزاء ده ممكن تحصل مع مارادونا. ايوه ما حصلت مع، ولكن انا مع عادل في حاجه واحده بس. كسبنا خلاص. اللي هي احيانا حتى احنا ايامنا كلنا مثلا محمد رمضان ممكن يجي في ضربات الجزاء في التمرين تلاقي بتاعه ما بيجيبهاش، بس اعصابه كانت حديد في البتاع بيحطها. وهو في اخرين في اثناء التدريب لانه ما فيش ضغط عليه. هو بيلعبها كويس. طيب هو لا انا ما بكلمش على كولر. هو يحسبها ازاي؟ لا بس يعني بقول لك ايه، كابتن بتبقى باينه يا عادل بس واضحه. يا كابتن يا كابتن شريف اكمل كلمه. اتفضل. بس اكمل كلمه. انا ما بعلمش كولر، اكيد هو هياخد من التدريب، بس انا بقول ان اللي عادل بيقوله ده حقيقي. ممكن انا في التدريب كلاعب معليش ضغوط بحطها كويس جدا، بس لما يبقى فيه نتيجه مباراه وضغوط ممكن اعصابي تتوتر. في واحد غيري بيبقى يعني اعصابه اقوى في المباريات الرسميه وتلاقيه بيحطها بكل ثقه رغم ان هو مش متمكن قوي. فلكن انا مش طبعا بلوم، لان اي حد في العالم ممكن يضيع ضربه الجزاء. طبعا هو عموما كان محدد الثلاثه واي واحد من الثلاثه يخش يشوط. لا يعني هو بص يا كابتن، يعني خلينا نبقى واقعيين. انا مش بقيسها، مش بجيب مقاس وبقيسها ولا بشوفها في التدريبات. ما بخليهمش يشوطوا 20 30 واحده، لانه احنا ما بنلعبش البطولة لسه، ما وصلتش انك انت تلعب ضربات جزاء عشان اطلع ولا ما اطلعش. انت في دوري مجموعات. ايوه. يعني انت تيجي تلعب بنالتي هتمرني على البنالتي. لا بس انت عادي بتتدرب على ركلات الترجيح. يعني انت لما تيجي تتدرب ركلات الجزاء يعني. كابتن لما اجي اتدرب على ضربات الجزاء دي وحدة تدريبية. ايوه. بتاخد نص وقت الوحدة العادية. أي. يعني بخليك تشوت مش اقل من 20 30 بنالتي. ودوره ما بينكم كلكم يعني سيبني من العدد. لكن انا بكلمك على انه انا احيانا تبقى انت لعيب كويس قوي، انت فاهمني، في التمرين، لكن في الماتشات ايه اللي يخليك تكتشف بقى اللعيب كده من شخصيته جوه الملعب. يعني في كوره مثلا بيرستاو في النهائي مش عارف البطوله العربيه اللي كنا بنلعبها بره في قطر، الجون اللي جبناه اللي هو رجع واداها لطاهر محمد طاهر في الاخر في اخر ثانيه، دي اعصاب واحد قدر ان هو كان ممكن اي واحد يشوط على طول قدر ان يوقفها وبعدين يرجعها وجبناها جول لو فاكر. الفاينل اللي سوبر افريقيا قدام نهضة بركان. ايوه في اخر ثانيه قدام الرجاء في اخر ثانيه، وكانت ممكن الكره تطلع بره. ففي حاجات كتير قوي انك انت بتحسبها للاعب. انا متاكد تماما مثلا انه هاني كان موجود جوه المجموعه اللي هتشوط، بس برضو دي مسؤوليه في اللاعب جوه الملعب. اللي انا عايز اقول عليه لازم يبقى فيه
واحد جوه الملعب ليدر، دي ناقصانا سنه يعني، بيعملها السوليه لما بيبقى موجود. محمد الشناوي بيبقى ورا قوي، لما السوليه بيبقى موجود انا بحس ان هي بتتعمل شويه. اتمنى ان يكون في واحد ياخد الصلاحيه دي علشان يبقى حس المدرب جوه الملعب، عشان اللاعب ما يزعلش من المدرب. يعني لما جانا المدرب اقول الكابتن ايمن اللي هيشوط البنالتي النهارده، يجي الكابتن شريف يروح هيشوط البنالتي، مش انا المدرب اللي اتكلم، اللاعب كابتن الفرقه هو اللي يروح يقول للكابتن شريف لا اديها للكابتن ايمن، المدرب قال كده. هنا الزعله ما تجيش من المدرب، تجي من اللاعب للاعب، مش هيزعلوا من بعض. بس الخلاصه البنالتي كانت هتضيع هتضيع. ايوه طبعا، احنا ما نقولش حاجه، احنا كل الناس ضيعت يعني. ميسي شاط بنالتي ضيعها كل لعيبه العالم جابها مارادونا قبل كده. انا على فكره انا ضربه الجزاء دي انا بالنسبه لي مش هقف عندها ثانيه في المباراه خالص. انا يهمني الحاجات الاهم. أي. انا اهم الاهم حاجه عندي سر المباراه نفسها. ايوه، هي ضربه الجزاء دي اثرت فيها في حاجه؟ انا اقول لك لحظه واحده بس، لحظه واحده. هي بص كانت هتضيع هاني حشاط، هاني ما شاطش، علي معلول شاط قفشه. بس انا هقول لك حاجه ثانيه، انت دلوقتي 3-1 غير 3-2. في 3-1 انت هتجيب انت اولا هاني ضيع كوره وهي النتيجه 1-0. لو كان جابها كانت بقت 1-1. كويس، انت جبت بعديها جولين. انا بقول لك على سير المباراه بعد كده بالنسبه لك ولا بالنسبه لهم؟ لا بالنسبه لي انا. انت لو انا سمالي. لو انا من لو شريف من جنوب افريقيا اقول لك طب انا مضيع 3 انفرادات كان يبقى 3-3. ماليش دعوه، بس انا ما بتكلمش بالكلام ده خالص. انا ليا مرجع ثاني خالص، وانا مضيع 3. انا ماليش دعوه، البنالتي انا مش حاطط عليها هم. ده انت يحسب لك كفريق ان انت بعد البنالتي اتخضبت 2-1. انك انت جبت طبعا. يعني اي فريق تاني مش فريق النادي الاهلي ماتش خلص قوته واسمه كبير، كان زي ما بيقول كابتن شريف كان لا النهارده مش يومنا والماتش خلص. لكن انت لا، انت 1-0 وضيعت بنالتي كان خليك 1-1. انت رغم كل ده لا، انا جايب جونين مش فيهم اي ولا فيهم ولا بنالتي ولا حاجه. ماشي، محمد عبد المنعم بضربه راسيه كعادته وهدف ممتاز حسين الشحات. يعني انت ما اعتمدتش على ضربه الجزاء. هنا نبدا نتكلم يا ايمن زي ما كنا بنتكلم، انت 2-1 من غير ضربه جزاء. انت قصدك انك بعد الجول الثاني. بعد الجول الثاني ما انا عارف دي عارف يا ايمن، اصل العنوان العنوان واضح. العنوان النهارده العنوان واضح وصريح، انا عايز 3 نقاط، مش عايز حاجه ثاني. بس بلان بس مش اكتر من كده، مش اكتر من كده والله. انا عايز 3 نقاط بس. بس انا عايز اقول لك كلمه يا كابتن، البنالتي لما يضيع انت، هو مستر كور قال علي معلول كان شاطه. طيب دي انا كان عندي بص. انا كان عندي يدخل واحد ما جابش احسن من واحد كمان اضمه للمجموعه. فاهم؟ بص يا كابتن عادل، يعني مثلا هنا كابتن شريف دي بتاعت عبد الله، دي في اول دقيقتين الضغط اللي انت ضغطته بالظبط، وهما بالثقه الزايده اللي احنا كنا بنتكلم عنها. دي كوره احمد عبد القادر بيلعبوا الكوره، هما شايفين بعض. ولكن مش كل ارضيه كل ملعب انا اقدر العب اللعب بتاعي براحتي. ممكن هنا الارض دي تبقى ناشفه، ممكن اروح العب على ارض هناك الكوره تبقى بطيئه. هما متعودين على اللعب ده هناك على ارضهم مكملين مع ارضياتهم بتساعدهم على نقل الكوره دي. اهو يا كابتن انقل بقى الكوره تاني. نكمل ضغط حسين الشحات هنا، الضغط وتاخد الكوره، ضغط حسين الشحات. فين عبد القادر بقى كان موجود في الحته دي؟ قفلت الصوره، راحت فين؟ هتيجي هيجيبوا صوره ثانيه اهي. توعدني ان وصلت اهي. عبد القادر كان ورا وصل وكمل لحد هنا، بيلعب نفس الكره دي عملوها 20-30 مره النهارده. الاسامه كان بيكلمك. طيب هو كان الافضل الكره دي بقى طفن الزاويه، ادام بقى خد الكره ووقفتها خلاص، دوسه صغيره ثانيه في الزاويه الثانيه، لان الجول كان بقى بيتحرك بيقفل له الزاويه دي خلاص، فلازم كان يبعتها في الزاويه الثانيه. او لو بعتها حتى هنا شريف بس جامده، جامده تبقى قنبله، تبقى قنبله. مش انا بتمرن اسرع من رد فعل الجول، لا مش باص التمرين دي، ده تمرين. انا بمرن لعيبه عندي بديله الكره بليتنج بالراحه كده في الجول، لا دي عايزه بومبا في الشبكه من فوق بقى ما يشوفهاش. والجول قصير مش طويل، يعني اي كره معديه جنبه كده معاك مش هيشوفها، وراح حاططها له في الزاويه اللي هو راح يغطي عليها. يعني انا وانت اتفقنا قبلها لو عملها الناحيه الثانيه انا قلت كده يعني سهل. كانت تبقى سهل. فده اول حاجه خلصت انك انت لما بتضيع فرصه الثاني بيجي له الثقه اكتر. لما بيهجموا عليك انت ويبقوا عندك في المكان الثاني ويحصل عليك انت اي ضغط، انت مش متعود، انت بتعود انك انت اللي بتهجم على ارضك وانت اللي بتبقى موجود في يومك. انما لما تلعب فرقه انت بتسمح لها بعدم التمركز،
ان هم يروحوا عليك وبينقلوا كره سهله عليك وعايزين يروحوا يجيبوا جول هم، واحنا ده اللي قلناه قبل المباراه. بص هنا كابتن شريف برضه يعني برضه في هنا، بص يا كابتن عادل، كابتن اسامه، ايوه المدافعين وهم بيواجهوا الكره دي، بص وشهم على فين، وشهم فين؟ لا هو ممكن بيبص، اصل هي خلي بالك دي الصوره ثابته، اصل ماشي. دي لحظه انا ممكن بعمل كده رقبتي وبعدين ثانيه بعمل كده آه. لا ماشي يا ايمن، اصل انت دلوقتي مثبت الصوره، الصوره مش متحركه. انا ممكن، احنا اي لعيب كره في العالم في لحظه رقبته دي على طول ممكن اعمل كده وكده، دي ما بتاخدش لحظه يعني. هو مش معنى هو بيتكلم على الزياده كده العدديه اللي هنا يا كابتن، والنقص اللي الناحيه الثانيه، لا 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 هو بيقول وشهم هناك، اه ما هو فاهم، لا يعني وش هناك دي الكلام ده انا مش بتكلم يعني. مش بيتكلم يعني على الوش، هو بيتكلم على مثلا شوف قفشه فين بقى ورا بيرستاو ماشي. تمام، يبقى هنا في واحد زياده والاثنين اللي جايين كان يكفي واحد، وواحد تاني يروح والتاني ده يروح يبقى مع بيرستاو ماشي يا عادل، يعني خطا دفاعي ماشي، بس انا عايز اقول ان الكره دي ثابته، مجرد ما حسين هيوصل الكره ممكن يكون ده خد 3 4 خطوات هنا، ايوه صح آه. يعني انت فاهم انا عايز اقول، بس مش قصدي، لكن لكن هي يعني انا مش قادر احللها قوي لانها بس ثابته. مساحه لحسين يا كابتن كان ممكن يروح بيها، حسين كان ممكن يكمل فيها يعني، انت لو مسيطر انت على امام الامور هم عندهم اخطاء في الحته دي كتيره جدا. لا هم يعني انت لو عندك واحدة تانية اتفضل، بص الاربعه على خط واحد هم مش شايفين اللي وراهم برضه، دي اقول لك ليه؟ لان ديانج رايح بوشه والاربعه في وشهم لديانج، وحسين الشحات مساحه كبيره جدا انها تتلعب، يعني ان هي تتلعب ل بس اتلعبت لديانج، لعبها لحسين، ايوه لف ولعبها لحسين. بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن اسامه، الاخطاء الدفاعيه احنا كمان النهارده علينا منها ماشي، يعني التنظيم الدفاعي الجيد برضو احنا في اوقات كتير افتقدناه ماشي. احنا عندنا مشكله شويه في التنظيم الدفاعي، وبانت في ماتش ريال مدريد، بانت في ماتش فلامينجو، بانت في ماتش الهلال السوداني، يمكن ماتش اسوان لا كنا متفوقين بكتير وبتاع، فدي عندك برضو فيها مشكله شويه. اسبابه ايه؟ اسبابه كذا حاجه. اولا انت لما بتطلع تهاجم، عشان انت بتتملي عايز تهاجم بضغط عالي، ممكن زي ما عادل قال انك المدافعين مثلا سايبين مساحه لتحت قوي، فالناس بتستلم بتجيلك بوشها، تكون في مسافه ما فيش تقارب الخطوط، ممكن التغطيات العكسيه، ممكن عدم ارتداد سريع، الباكات ساعات بتطلع الارتداد مش عندك سريع. احنا ضغط برضو من البدايه كان في الدقيقه 11 يمكن تقريبا. انا بقى هذا اللي انا بقوله، انا واخده عليهم ان هم في احسن حالاتهم، هم فرقه جيده، اخطائهم كتير جدا. هي طبيعتهم اسامه، مش هرضى عليه يعني. انا بتكلم على ايه؟ ان اخطائهم كتيره جدا، ولذلك انا بقول ملوش دعوه بنتيجه المباراه، خالص خالص انسى نتيجه المباراه اصلا. في الشاب ده بيلعب استمتاع، فهو اخطاه كتير قوي قوي في الثلث الاخير ماشي. انا مع كلنا متفقين فرقه جيده جدا، بتنقل الكوره كويس قوي، عندهم ثقه في ال بص مثلا هنا ده الستايل بتاعهم واسلوب لعبهم، بس بيغلطوا كتير، بيغلطوا يعني عايزينهم يغلطوا. يا ايمن في فرق بين ما انا مثلا برشلونه او ريال مدريد وبقدر العب اللعب ده ولكن اخطائي قليله، لكن انا ما اجيش انا مثلا ريال مدريد ولا برشلونه بلعب كده وكل شويه الكره تقطع جوه ال 18 عندي، لا طبعا ده مش معنى كده ان انا تعاقبه بقى يا اسامه. بالظبط لازم تستغل الكلام ده طبعا. ما هو انا بقول لك الاخطاء الكتيره دي انت ما عرفتش تستغلها. بص هنا مثلا يا كابتن اسامه وقفه، هنا اتقطعت منهم، بص الوقفه غلط ومش شايفين كمان اللي وراهم، ده في ثلاثه عندنا فري يعني مش شايفين. ما انا قلت لك النهارده احنا مش في احسن حالاتنا، ومع ذلك ضيعت ضربه جزاء وضربه في الدقيقه 20. انا عايز اشوف احمد عبد القادر اتصرف فيها ازاي. انا بتكلم ان وحش. انا بتكلم ان انت ده بصاه وحش، جبت جونين وضيعت ضربه جزاء، واحنا كلنا قلنا وهم كسبانين 1-0 الشوط الثاني، قلنا اخطائهم كتير ورا هيغلطوا كتير، لكن هم فرقه جيده طبعا، فرقه كوره ولكن من الفرق رغم جوده لعبهم سهل لو انت في حالتك الطبيعيه تكسبهم يعني مش في فرق يا ايمن بتبقى شرسه شرسه شرسه، لما بيجيب جون بيبقى انت عشان تشوف جونه ده بيبقى بصعوبه بالغه، هو ما عندوش دي هو كسبان واحد، هو كسبان اتنين مع الفارق. انا مش عايز اقول الكلام ده، لكن فتره دجله
فرقه وادي دجله. أيوة. هو المدرب تاكيس ده زي تاكيس لازم يمسك الفرقه دي ماشي يعني انا اقصد والله انه في كل الاحوال ما بيلعبش غير هو استحواذ حتى أيوة. لو خسران انا اقصد انه في فتره دجله بينقلوا كوره كويس قوي بس دول عندهم مميزه كابتن حسام. لا انا ما بتكلمش انا مش بقارن انا بقول على بص برضو هنا ايمن انا اخطاء دفاعيه ده اللي انت بتقوله ايوه انا بتكلم على اسلوب لعب اسلوب لعب لما انا في التلت الاخير عندي بغلط كتير لا في وقت لازم اقف لان تلعب على بطولات أي. لازم اقف وصحح حتى لو اللعب القدام ما بقاش فيه غلط او تمركز جيد لكن المبالغه زياده عن اللزوم باخطاء كبيره طب ما طبيعي ان الفرقه اللي قدامك هتستغلها ولذلك انا قلت لك بين الشوطين النادي الاهلي رغم ان هو مش كويس سهل يجيب اجوان وسهل اسامه انت انت بتحركات القليله اللي حصلت في الشوط الثاني وصلت للجون عندهم وصلت واخترقت لجوه وكذا كره عرضيه كانت ممكن تجيب اجوان بس عشان انت اتحركت عشان انت فكرت ايوه عشان انت ركزت بص بقينا بنوصل بعد 1-1 حسين الشحات الجول اللي جابه راجل استنى على الكوره وفضل واقف وفتح لنفسه زاويه شوط وراح شايط جاب جول صح يا اسامه مظبوط فانت انت الفاعل اللي انا قلت لك عليه في اول الاستوديو هل انت هتسيطر على الامور وتمشي الدنيا زي ما انت عايز لاعب اي حد اكيد هتلاعب فرق في البطوله خلاص ما بقاش في فرق سهله ولا ما بقاش في فرق يمكن القطن الكاميروني دول طلع الراجل المدرب قال احنا لم نستعد وما عندناش السكواد الجامد قوي ان احنا ننافس في هذه المجموعه بالظبط راجل اعترف يعني في نفس انما انت انت اللي بتعمل الشيء انت الفعل فلما بتتحرك وبتخترق هيبتدي كلام اسامه يبقى كويس وكلام عادل مظبوط وكل الدنيا فهمتني انما غير كده ما انت هتبتدي تلعب عليك كوره وانت بتدور على المكسب دي بدايه الهجمه بدايه الجول بتاع حسين الشحات الشناوي بالظبط اللي هو جاب في الدقيقه 73 رؤيه ورؤيه لعيبه ناحيه الشمال كانت كوره من الشناوي في البدايه فانت اللي لازم يبقى عندك التحركات انت اللي تبقى جاهزيتك في المباراه من الاول وبعدين خلاص الماتش ده عدى هي دي الكوره الماتش ده عدى تقدر تكسبهم هناك طبعا ان شاء الله تقدر تكسب الفرق دي هناك تقدر باذن الله تقدر ليه بيلعبوا جيم مفتوح مش هيلعبوك بص برضو يا ريت تجيب لي الصوره دي تاني ما هو برضو بص يا كابتن اسامه انا اللي قصدي ان هو فتره من فترات هما بيقفوا غلط ايوه طيب ففتره من فترات عشان بيعالجوا الغلط بيعالجوه بغلط تاني يعني بصوا دلوقتي برضو نفس الحكايه هما بيجروا مع الفورورد مواجهين للمرمى ايوه يعني دي بقى دي جول لا انت دي ليك ده الجول بتاع حسين الشحات لا ما هو انت دي ليك حق فيها غير الصوره الاولانيه دي بقى هما فعلا جارين بوشهم فورورد كانه فورورد متغطي يعني بالظبط مش بيلعبوا اوفسايد والاثنين دول اوفسايد لا حسين جاي من ورا فطبعا ده في ده الجول بتاع حسين الشحات في كره القدم دي طبعا بتبقى موقف خاطئ ان الثلاث مدافعين بيجروا بوشهم وحسين جاي مش اوفسايد بالظبط فحسين قدر يتحكم في الكوره ورقص كويس وسدد كويس واحنا كلنا بنقول ان حسين ايه هي دي احنا كلنا بنقول ان حسين من احسن فتراته مع النادي الاهلي وقراره كان رائع انه رقص وشطف الدقيقه بشكل حلو جدا بالزبط. جاب هدف حلو يعني صحيح اهي هي دي الكوره نهايتها اهي اولا زاويه صعبه ومع ذلك هو خد القرار يعني او ما اتفتحت له الزاويه يعني شاطره من غير ما تتفتح ولا بص على بيرسي تاو او بص على كهربا بص المنظر يعني بس هو اختار الاختيار المناسب ليه هو طبعا متمكن منه لكن احنا متبقين الفرقه دي كلها اخطاء دفاعيه طب ماشي ما انت استغل اخطاء دفاعيه دي انت ما استغلتش بالظبط انت استغلها بص يا اسامه ايوه الفرقه دي عشان بس توصفها كده في كلمتين ايوه الفرقه دي بتبان مدى جودتها عشان المنافس نفسه يعني اللي خلق الفرقه دي كويسه النهارده مين النادي الاهلي بس لان النادي الاهلي لعب الفرقه دي صح كان خلاها فريق عادي جدا ضعيف دفاعيا كان عامل سكور عليه النهارده اصل فرقه زي دي معروفه فرقه بتعتمد على المنافس بيعمل معاها ايه لكن هي كفرقه ماشي فيها عناصر كويسه بتلعب كره كويسه طبعا المهم انت بتشتغل معاه ازاي وفي كلمه دايما بنقولها هنا من زمان في كل الاستديوهات النادي الاهلي دايما هو اللي بيجبر المنافس انت عامل انت النهارده في احسن حالاتك ولا النهارده انت ما فيش حاجه خالص النهارده النادي الاهلي لو في بعض الاوقات فرض اسلوبه صح كانت الفريق ده النهارده بقى فريق افريقي عادي جدا ما تقوليش فيهم في افراد كويسه تشرفنا بس افراد كويسه لما بتديهم انت المساحه والوقت والفرصه
بس غير كده لا ما تقنعنيش. انت بتتكلم على الجزء دوت اللي هو السلبيات اللي حصلت اللي انت ما كنتش تتمنى انها تحصل. انا ما اتمنهاش. النادي الاهلي النهارده لو في طبيعته العاديه، في حالته العاديه، لحياته لعيبته العاديه النهارده ولاعب الفرقه دي، ده اللي انت بتتكلم عليه يا كابتن. بص المساحات اهي برضو عندنا، المساحات هنا برضو اسامه زي ما كنا بنتكلم على تنظيم برضو دفاعي عندنا سيء. تنظيم عارف تنظيم مش جيد. عارف ليه ايمن؟ عشان انت الملعب طويل قوي بالنسبه لك، فما بترجع ورا العدد بيزيد، بس عدد زحمه من غير اي لازمه. انت عشان دايما هي الدفاع كده، عشان تسيطر دفاعيا كويس لازم مساحتك تبقى ليل قوي وتنظيمك الدفاعي لقدام دايما. مشكلتنا دايما ان انت كل ما الكره بتتباص واحده والتانيه بتروح واخد خطوه لورا. يعني الهدف اللي جه فينا 8 على 2 لعيبه، الثمانيه كلهم الثمانيه كلهم بيرجعوا بظهرهم على الشناوي. طب ما الاسهل ليا اخد الخطوه دي لقدام، ليه انا اضغط على الشناوي؟ طب ما ناخد الخطوه دي لقدام. ما عشان كده بقول لك ما بنتكلم بنتفرج على المباريات اللي هي الاوروبيه بنشوف الدفاع، بقول لك ده دفاع محكم لان بالظبط انت بتحرك في 35 يارد. انت بص المساحات فعلا كتير. شكرا يا برجاوي، شكرا يا وائل. بص يا ايمن انت مش مجبر تخلي المساحات كده، هو يلعب كده براحته. انا ما العبش كده، انا العب الطريقه اللي تناسبني واللي استفاد منها واللي هعرف اضره هو، لان هو على مدار المباراه مش هيقدر يجريك. انت مهاريا احسن، انت كشكلك الدفاع لما بتقفل يبقى شكلك ممتاز، انما هتلعب من 18 ل 18 انت مش مناسبه ليك خالص. النادي الاهلي من 18 ل 18 كميه الجري دي مش مناسب ليك. طيب. انت قاعد اتفضل في كلمه صغيره عايز اقولها. انا الاوان انك احيانا تبقى مدافع النادي الاهلي لا دافع مدافع ما فيهاش مشكله على فكره، والله ما فيها مشكله. هي دي ما حصلت قبل كده يا كابتن. ايوه قلت لك هي بص يا كابتن اسامه دي مهمه قوي، لان احنا طول الوقت احنا عندنا ثقافه المكسب والفوز. انا مش بقول دافع عشان تتعادل، دافع عشان تكسب عشان ما تعبكش. لا لا ده اللي انت بتقوله. انت بتقول ايه؟ دافع عشان تحافظ على المكسب. عشان احنا كنا كسبان 2-1. لا كنت كسبان 2-1. يعني انا لو ما كانش دخل فيا الجون الاولاني كنت رحت للجون الاولاني والجون الثاني كان زماني خدت المباراه 2-0. لا يعني انا رحت الاولاني والثاني. بس انت اصل في فرق يا كابتن ما بين انك انت لما بيدخل فيك جون ولما ما بتكونش بيدخل فيك جون. الفرويد نفسه بيبقى عنده ثقه ومش عنده ثقه يا كابتن ايمن. يا ريت نكمله عشان ده الهدف الاولاني صن داونز. بص محمد شريف محمد لا ده مين ده؟ ده علي معلول. علي معلول لا لا هناك قدام خالص. ده هدف فينا احنا يا اسامه. ده احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ده ولا مين؟ احمد عبد القادر افترض. بص فين اللي هناك وبص هنا محمد عبد المنعم. بص قد ايه المسافه الطويله جدا بالنص الملعب. وبص ديانج راجع بوشه ازاي. ماشي هو لسه مروان 32 يارد مروان عطيه بالظبط. بص دي كبيره جدا يعني مساحات سهله قوي يلعبوا فيها يتلعب فيها سهله قوي. هي دي النقطه. لو كملنا بس انا عايز اشوف حاجه في الجول ده. في الجول في الرفع يا كابتن هقول لك لو نكمل بس انا عايز نكمل. ماشي لو عندكم صوره تانية بس. بص يا استاذ بص يا ايمن لازم يبقى عندك ثقافه ان انت لازم هي دي. اتفضل ماشي احنا لو كملنا على واحد. لو كملنا يارده كمان معك هتبص هتلاقي ان هاني ومنعم على واحد بره خلاص. خلاص بعد الكره ما اتلعبت خلاص. بص يا ايمن هو الطبيعي رجع ديانج تاني وديانج رجع مكانه بقى ديانج كمان. رجع ديانج من فضلك بس خلينا وعلي ما يتزحلقش. بص لا سيبك من الزحلقه. بص يا ايمن نظريا الكره دي ما فيهاش اي تهديد. واحد ضد واحد كفايه. انت فاهمني؟ لا كده ما فيهاش اي تهديد. عشان واحد معاه سبر واحد معاه اثنين. ايوه الطبيعي ده واحد يضغط والتاني يخش يقطع الكوره. ده الطبيعي. ما هو التاني ما دخلش يقطع الكوره. ما انا هقول لك انا بقول انا بتكلم على الطبيعي ما بتكلمش على لا هم هنا موقف اثنين على واحد صح؟ ده موقف على فكره في كره القدم ولا يهز شعره من دماغه. بس اتلعبت. ما انا هقول لك معلش بقى غلط منهم. انا بقول لك الموقف انا بتكلم على الموقف اللي انت بتتفرج عليه ده. سيبك ان جت جول. ده كموقف دفاعي احنا بنيجي نحلله. ده ولا يعمل له اي مشكله. صح. اثنين رايحين مع واحد وواحد مع واحد هناك كافي جدا. من غير ما ديانج يرجع. وعندك زياده جول. وعندك زياده وكمان الشناوي موجود. الشناوي الخطا اللي حصل الوحيد اللي كلفك الهدف هنا. طبعا. في الكره الصوره اللي واقفه دي بس. ايوه. ان الكره دي من هنا لازم تخلص تماما. طبعا. تماما تخلص. ايوه. بص بقى فاول تقطعها اثنين على واحد ما ينفعش يعدي. اخرجه بره ولا يلعبها كده خالص. بص يا عادل اخرجه بره. يعني انت كنت لها في الحته دي صعبه. كابتن شريف طبعا كان الحته دي بالنسبه له بتبقى
المكان ده اللي هو لو جبت ضربه ركنيه يبقى انا عملت حاجه. صح. انت الخط كمان ضغط دفاع. انا بقول لك عاد انت سبت له احسن حاجه هو عايزها، اديت له حريه ان هو يلعب الكوره، يلعب الكوره بشمال بالعرض. مزبوط. ممكن تقول زحلقت علي معلول كانت مش محتاجه زحلقه. كانت ممكن طلع. صح. انا معاك دي تمام. ما كانش محتاجه زحلقه، هي كان راح برجليه طلعها. حتى بس لو عارف يا اسامه لو ثبت رجله يمين هتخبط وتروح بعيد. كانت قريبه منه. لكن هو كان شد. علي كان يبقى رقم 2 في الغلط، لكن الغلط الاول هو ده. ما ده اللي انا بقوله لك. بص يا بص اتلعبت ازاي. بص الاثنين سيبك يعني بس. علي ما خدش باله ان الراجل خطوه وسرق. ماشي. الاقرب هنا مين؟ علي ولا المهاجم؟ هنا علي. علي معلول. هو الزحلق مش محتاجه بقى. مش محتاجه زحلقه. انا مش مصدق ان الكره دي دخلت الجول. لا هو عشان هي بطيئه. عشان لا بص يا لا بص يا عادل، عشان هجمه يا كابتن شريف اتعامل غلط من البدايه. هي هجمه يا كابتن شريف غير مؤثره في كره القدم. بالظبط. لكن هنا علي كان لازم موضوع اصل بص لعيب الكوره اول ما ينزل على الارض يعرف ان ده اخر خيار. انتهى. مظبوط. ده اخر خيار خلاص. مش عارف تعدي النفس خلاص. لكن علي اعتقد كانت من السهوله بالنسبه لي ان هو مغزله. بس هي من البدايه يا كابتن علي ده انا بتكلم عليه من عند هاني ومنعم مع بعض. ما خلص الخطا ده اول خطا. ده اول خطا ما عرفوش بخطا تاني. لكن هي هي من الاول. احنا دايما بنيجي نتكلم في الكوره ونقول هات الخطا من بدري او الغلط اللي حصل من بدري اصلحه. لان غلط بغلط بغلط كلفك هدف يعني بدون اي قول يا استاذ فضل. يعني وقفه علي معلول 10 على 10. طبعا. يعني شايف الكوره صح. أي. ان هو الاول لان الكوره هتعدي الاول عليه وبعدين على المهاجم. وشاف الكوره وشايفها. هو خد قرار بالزحلقه ما كانتش محتاجه زحلقه. بس انا ليه رايي في دي يا كابتن علي معلول بره شويه. اولا انا رايي ان علي معلول ما لعبش على الكوره، كان يلعب على المهاجم. يلعب على المهاجم. وفضل يتقال بيتقال ايه بقى في الحاله دي؟ انك انت بتحسه بايديك. تحس المهاجم بايديك. لو ما حسيتوش بايديك يبقى انت مش شايف. اعتقد ان هو كان شايفه. طب انا هقول لك حاجه. لا ما يروحش يهاجم الكوره كده. ممكن يسرقني. هو بص اقول لكم انا لا ما هو فيش الناوي ليبرو. هو تبرير تاني يا عادل. ممكن اكون 50-50. جود لك. علي اتفاجئ بالكوره. علي حصل له مفاجاه ان الكوره عدت من الاثنين دول بالشكل ده. ليه؟ طبيعي يا ايمن الراجل بيلعب برجله الشمال ما بيتزحلقش برجله اليمين ابدا. دايما عدلته بيتزحلق برجله الشمال. شمال. القرار اللي خده علي اتاخر. بالظبط. هو قال يا كابتن شريف للخطا اللي حصل هنا. وهو كان اصل احساس ان اتنين رايحين على واحد في المساحه دي 80-20 مش هتتلعب. طبعا. هو المفاجاه في دي حتى وقفته الصح بس القرار غلط. بس لقى كرة قدامه فما عرفش. دلوقتي بيعملوا ايه يعني في الحته الدفاعيه؟ أنا عارف في التمرينه في الحته الدفاعيه حتى من غير ما ابص عليه. الحته الدفاعيه مين اللي هيجيب الجون؟ ايوه. انت لاعب مدافع الأخطر. انت شايف واحد جوه ال 18 فانت لو مسكته مان تو مان وما هاجمتش الكوره يبقى الخطوره راحت. مين اللي بيلعب ليبرو في دي؟ انا اقول لك حاجه. كان ممكن الشناوي يطلع خطوه وهو علي معلول يبقى مع المدافع. لو عدت من الشناوي علي معلول يطلعها. فعلي معلول استعجل. لا بعيدها بعيد قوي على بص بتتكلم عليه قبل نقطه بينالتي. هي لا هي لا مش رايحه على الشناوي عادي سابه الصوره. هي بالعرض. بص قد ايه. لا انا بتكلم على نقطه بينالتي. لا يا كابتن انا بتكلم على تصرف غير ده خالص. لا لا انا بتكلم تصرف غير ده خالص. التصرف ما هو البوزيشن بتاع الجول كيبر ايه؟ لما الكره بتروح الحته دي بيقف فين والحته دي بيقف فين والحته دي بيقف فين. ممكن كان يطلع خطوتين لانه شاف ان مستحيل ان تتعمل. بس لو دي يبقى لازم علي معلول بيلعب على المان ما بيلعبش على المنطقه. بس هو فعلا زي ما الكابتن عارف في التحليل هو بقول لك ايه الشناوي طلع خطوتين عشان كده عدت. انا متاكد من دي. عدت الشناوي وعدت علي معلول طلع خطوتين. انا متاكد طلع عرضي ما طلعش طولي. الكره دي عدت والراجل قبل ما حب يرد الشناوي ما قدرش. انت فهمني انا عايزك قلب على ايه؟ قلب على حاجتين. بس هو على المان. انا فاهم. هو كان انا معاك. علي معلول يلعب على المان. هو حارس مرمى. هو دايما هو حتى والكره في النص كده هو مطمن ان علي اقرب للكره وهيطلع الكوره. فاهمني؟ هو مقلشها فيه عادل بيكلم انك المان بالاحساس كمان. لما بص الافضل انك تلعب على المان. انت فاهمني؟ ايوه. بس فعلي انا بص انا 100% متاكد ان علي اتفاجئ بالكره دي. الكره اسرع ولا اللاعب يا كابتن؟ الكره اسرع طبعا. الكره اسرع من اللاعب طبعا. يبقى تلعب على المان افضل في الكور السريعه اللي زي دي. دي من بدايه الكوره اصلا. هو الكوره دي رايحه. هتقول لي طب ما هو معاه اتنين. علي كسل بقى افتكر ان مش هتتلعب.
انا بقى يبقى جات له مفاجاه. عارف يا كابتن انا اعمل ايه كمدافع لما اخسر 2 متر احسن ما يدخل فيها جول؟ اشتغل على الاحوط. فاهم قصدك. ان انا امسك المان تو مان بتاع للاخر بالاخص ان في واحد هنا ما بيلعبش ما بيعملش تغطيه عكسيه. طيب. لا وعارف كمان ايه؟ علي عشان اشول ممكن يكون ايوه كمان مش واثق ان هي جايه تطلعها باليمين. ده اللي انا كنت هقوله. ايوه صح. ما يتزحلقش. انا كنت عايز اكملها. لا ما يتزحلقش طبعا. انا كنت عايز اكملها عشان النقطه بتاعتك. اي واحد بيلعب برجله الشمال ما بيتزحلقش على اليمين ابدا. انا عايز ان يكمل لو في صوره للتكمله فعلا. بالعكس طبعا. لو في صوره لتكمله الجول دوت عشان ناخد فعلا. انا مع النقطه بتاعت الكابتن سمارة والكره فعلا هي هو 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 المفروض لو هي بتتلعب بالعرض هو كان قريب فمش محتاجه الزحلقه هو كده هيطلعها كده يطلع. هو الزحلقه دي خلاها كره تعدي برضو. انا شفتها بتحصل يعني شويه هي يا كابتن كره وهي بتتلعب كانت ماشيه ببطء واول ما هي كابتن على الارض هو علي راح لكره يعني هو شايف الكره كويس قوي على فكره على الارض الطارئ هو علي راح من بدري والمهاجم بعيد عنه يعني حتى المهاجم ما كانش ضاغط عليه يعني علي قرب الكره بص 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 بس الكره طبت جريت بص ممكن لو مع انا ممكن علي عادل معاك صح هو اللي في الاخر اللي وصلك للهدف علي بقى رجله بدلت الاولاني القرار ده بالظبط مظبوط راح بقول لك ايه علي رجله بدلت ماشي ماشي لانه يعني ما عرفش يعمل ميكانيزم ازاي يطلع انا معاك انه راح انه راح ليها بس انت انت ما كانش يروح يا عادل بص متناوله يا عادل هي متناول كابتن انا بلعب على الاضمن والاحوط ايوه 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 كابتن علي اتفضل يا كابتن اتفضل بس فانا بقول لك لا هي خلاص يعني شرحنا الكره بكلها لكن انا تقريبا انا متفق معاهم طبعا اللي احنا حللنا الهدف ده اكيد خطا من هنا والشكل الشكل الهجومي ده لو وقفت الصوره اي حد يقول لك ده هجمه عاديه هتطلع كبيرها كورنر لكن ما توصلش الهدف والله توصلش الهدف ابدا البطل يجيبها كورنر صح انا بقول لك يعني الاخطر ما دخلتش اسهل واحده هي اللي تقدموا بيها طيب وعلى فكره برضو خلي بالك ما كانش التعامل برضو مع الجول الثاني اليوم برضو كان تعامل خاطئ طيب انا حكيت لك ايمن انا شفتها يعني عشان كده بنقول دايما ايه بالظبط كده اقول لك حاجه على فكره مش عيب على فكره الواحد متعلم يعني الشكل ده اتكرر فينا في ماتش مين لو انت ذكي قوي ولسه لسه السنه دي لسه حالا ده لسه طازه يعني ماتش ايه اللي خسرنا في اخر 4 دقايق في كاس العالم للانديه ريال مدريد في اخر 4 دقايق ايوه دفاعنا يعني سرحنا شويه دفاعيا جه في الجونين كان شكله تطلع 2-1 والشكل حلو بقت 4 انت في ماتش ريال مدريد نفس الاخطاء كده بتحس ان هي في نفس المكان نفس المكان الدفاع متاخر قوي ودايما ساب المان هو دي المشكله اللي بتحصل عندنا لا المسافات كمان مش كبيره كبيره لو عارف لو اي صوره من هدفين ريال مدريد هتلاقي الشكل بقول لك عليه ده انا عايز صوره الهدف الثاني لو موجوده يعني لو الصوره بتاعت الهدف الثاني لو موجوده ماشي عشان انا ليا تعليق برضو على حاجه معينه لان هو انا شايف ان الهدف الثاني ما كانش بالسهوله انه يخش بالشكل ده يعني بعد حتى لو بعد 2-1 واحنا واقفين صح احنا واقفين احنا يمكن كنا واقفين 8 لعيبه او 7 لعيبه ايمن نعم يا كابتن احنا تساهلنا جدا مع الراجل المهاجم ده وما كانش فيه شراسه في الدفاع وعايزين نستخلص منه كوره بس انت بعد ما تكون 1-0 وجبت 2-1 تساهل فين بقى ما هو ما فيش استخلاص من المهاجم انا بطلع كوره على طول بطيرها انا مش هاخد لسه والعب وابتدي اعمل الريسك العب زيهم لا انا المنطقه دي انا كسبان بيسميه ينظف طلع الكوره على طول وابتدي جديد وانت هم مغلوبين فكانوا ضاغطين عليك بقت كل كونتر اتاك بالنسبه لك هي الاخطر ما هي مش كونتر اتاك لان انت واقف 8 انت لو طلعت الكره دي على طول كويس ايمن الدفاع مش بكونتر مفيش لا انا بقولش ان ده كان كونتر مفيش ما انت جاي تستخلص منه كوره انا معاك طبعا هي مفيش استخلاص هنا هي مش اللي انا عايز اقول نخلص المنطقه الدفاع مش بكونتر يعني طبعا يعني طبعا تلعب نو ريسك انا قصدي ايه ان انت عندك زياده عدديه انت اللي بتاذي نفسك حلو قوي يتمكنوا من انهم يحرزوا هدف عارف ليه في وسط 8 انت اللي سمحت او في وسط 7 انت اللي سمحت ما انا بقول لك ده خطا انت اللي سمحت ان يبقى الشكل كده ومساحات كبيره كده وانت ليه انت ليه ضاغط نفسك لورا ليه 8 لعيبه مضغوطين لورا على 2 لعيبه ليه المرر مليون ادافع مش بكثره الدفاع مش بكثره اللعيبه زي ما كانوا سابقا بيتكلم على لقطه الفريق سان داونز دلوقتي ممكن يبقى 4-5 لعيبه واللعيب واحد وسطهم جاب جول ممكن تلاقي لا ايه بص اهي اتفضل اهي 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 بص اهي بص اهي 1-2-3-4-5-6-7 والشناوي 8 كابتن شريف رايحين نستخلص الكوره اتفضل ادي 3
وانت عامل دايره كويس بتتفرج. بص يا ايمن، بص اقل لعيب بعيد عن الثاني 3 4 يارده، اقل لعيب احمر عن الاصفر 3 4 يارده. طب انت هتستخلص ازاي؟ يعني مديله الفرصه ان هو يتحرك ويعمل كل اللي هو عايزه. طب خلي بالك هنا ديانج ومروان. بص يا اسامه، بص يا اسامه المسافات، بص المسافات، ده بقولك بص المسافات. لا انا عايزه يمشيها خطوتين بس. ليه بقى يا كابتن؟ هتلاقي الكره بقت بتاعتنا على ما يوفي. الكره بقت بتاعتنا. أيوه. ده بعد خطوه واحده الكره دي كانت بتاعتنا بعد ما جت القائم. طب نكمل الكره جت في القائم. لو هنكمل ده الجول، الجول ده كان جول اصلا. اما انا فاهم قبل الكره دي ما تتشاط كويس، كانت في رجلينا احنا خلاص، وصلت راح مستخلصها بوم وراح شايط. كانت الزياده العدديه حصلت، الزحلقه بتاعت عبد المنعم الراجل اللي عمل هي من الاول. من الاول هنا ممنوع، ما تسمحش يحصل لمسه والثانيه والتسديد في القائم. دي بص هنعيد نفس الكلام، ادي اول غلطه. غلطه اترتبت عليها الغلطه الثانيه. أيوه. ان هو المهاجم راح بقى هو الاسرع بالظبط، صح، هو عينه على الكوره اسرع مع ان هم الاقل. اتفضل اتفضل. انا كنت عايز اتكلم في الكلمه دي. الفرق الكبيره زي النادي الاهلي فرق مش متعوده على الدفاع، بتبص تلاقي الاخطاء بتاعتها دفاعيا بتبقى اخطاء عاديه. ليه؟ لان هو مش واخد على كده، ما بيتمرنش. يعني اللي عايز اقول لك عليها ايه، ما بيتمرنش فيها كتير. بس في وقت انت محتاج تدافع، انت لازم. هو ده اللي انا بقوله. يبقى انت لازم. انا قصدي على شكرا وائل. دي بقى زياده. انا قصدي على دي كابتن شريف. انا قصدي على هي دي بقى اللي انا بقول لك. وصلنا دي كانت البدايه. ايوه بص المنظر. 2 3 4 ده كمان 2 زياده ورا. فهمني سبعة كمل عادي. في واحد هناك. هنا بقى في تنظيم يا كابتن. خلي بالك مفيش تنظيم. ايوه اولا ولا شراسة. اقول لك ليه طاهر انت مش متعود على التنظيم. ال- 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 الفلسفة في الامر ان الفرق يعني الدوريات الانجليزية والحاجات دي كله بيدافع وكله بيهاجم. ماشي. انت بتتكلم في الدوري المصري انت دفاعك بيبقى قليل يا كابتن. لما بتيجي تدافع بدليل ماتش على ريال مدريد يا كابتن على الخطا اللي هو نفس الشكل الاخير نفس الشكل في نفس الحته. انت بتزود. أيوة. أيوة. يعني عارف لو جابوا لنا اللقطات بتاعت ريال مدريد الهدافين اللي جم فينا هتلاقي نفس المنظر ده. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، التمرين الفردي للمجموعه او المجموعه بتاعت الدفاع انا في رايي بتبقى للانديه الاكبر الدفاع اكتر من الهجوم. استنى بس، بص يا كابتن عادل معلش، في وسط الزياده العدديه دي الراجل ده ازاي يشوط كده؟ انا بقول لك بدايه خطا. ما هو ده خطا تنظيمي. يعني ما هو كابتن شريف قال لك كانت بدايه الخطا من ده. الخطا. طيب التكمله بقى، هو ليه هو السؤال لايمن ايه؟ هو ليه المهاجم راح اسرع من المدافع؟ ما هو بص المنظر واحد والستارت بتاع الجري واحد. لو انت شايف اللي واقف على 18 ده في الوقفه فيها كارثه كبيره. عارف انهي اللي هناك؟ اللي ورا اللي هناك ده اللي جوه ال 18. نعم محمد عبد المنعم. محمد هاني. محمد هاني. بص محمد هاني واقف فين؟ هي دي يعني لو اتعملت كده، يعني لو اتحط يا برجاوي وحط على محمد هاني علامه هتلاقي محمد هاني كاسر الاوف سايد تماما. بص ورا محمد هاني يطلع خطوه لقدام عشان يبقى يطلع خطوه واحد. خالد و قصدي المهاجم ده ياخد الكوره برضه يا برجاوي يحط على المهاجم بتاع سان داونز علامه. هتبص تلاقيه ازاي يبقى في وسط الاثنين هو اللي يروح ياخد الكوره. لا وانا عايز اعرف بقى هي بعد الشوطه ده المدافع اللي راح المهاجم اللي راح بتاعه ده اللي قلنا عليه وراح لوحده خلاص بعد الشوطه انت بتتفرج. جاوب بعد اذنك. خد بس ايما برضه فيها توفيق. طبعا يا كابتن. ليه هقول لك؟ لا هقول لك فيها توفيق في ايه؟ يعني اعتقد محمد عبد المنعم هو اللي مع المهاجم اللي ما بيشوطش اللي هو اخر واحد. طب واللي ماسك المهاجم ده كابتن انها كانت قريبه قوي للمهاجم. اقول لك بس يعني محمد عبد المنعم موقفه مش خاطئ قوي. أيوة. بس هو بقى شكرا من التوفيق ان هي ضربت في العارضه وردت للمهاجم على طول. أيوة. يعني هو كابتن راحت للمهاجم عشان احنا ما مسكناهوش بس كان قريب منه. بس برضه يعني حتى لو التنظيم مش جيد يا كابتن عادل، لو التنظيم مش جيد احنا برضه الحته دي لازم يكون في شراسه دفاعيه. مفتقدين الشراسه الدفاعيه. انت بص يا كابتن، يعني الراجل ده يشوط ازاي بالسهوله دي؟ انت الماتشات بتاعتك هو ياسر حاول بس ما لحقوش. وسط كام انت ماتشاتك في الناحيه لما بتعمل دفاع منظم ما بتعرفش. انا فاكر الكره دي عشان انت مش واخد خطا. طيب فهمتني؟ صدام بينك وبين لان انت عايز تستخلص لازم تاخد عليه. لازم تلعب. لازم تتعود على كده. ادي حتى الفرق الصغيره دافع معاها شويه.
عشان تجيبها حتى. تجيب ايه يا عادل؟ انت ادارتك انت للمكان واللعيب نفسه هو ممنوع كل ده يكون انت معرض ليه، وخاصه انك بتلعب على ارضك. انت لازم عندك مركز تماما في جميع الماتشات اللي حصلت. ايوه. فاللي حصل ده اخطاء، والاهداف على طول بتيجي من اخطاء. ايه عايز تطلع فاصل؟ طيب اتفضل. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. يمكن كابتن شريف خدنا شويه من السلبيات وبعض الاخطاء، ولكن اكيد الماتش كان فيه ايجابيات. اول اجابه ليك او ايجابياتك في المباراه انك انت وصلت في وقت من الاوقات، لانك انت كسبت 2-1. دي الاوكي بتاعك اللي خلى جماهيرك وانت ماشي تعالوا، يعني نادى عليهم ان هم ادوا مجهود وعرفوا يرجعوا للمباراه تاني ويبقوا موجودين. اداره اللعب بقى واداره المكسب دي عادل قال لك انا عايز قائد في الملعب او حد يقدر ينظم الحكايه. علاء قال لك انا لازم اغير الطريقه والعب عشان لا كابتن علاء اتكلم على شغل مدير فني. في مدير فني وفي انا كلاعب، واحنا كنا بناخد المحاضره وبننزل مستنيين حد يكلمنا من بره. ما كنا بناكل النجيله وبنلعب عايزين نطلع بالمكسب. لا ماشي دي حاجه ثانيه. لا احنا مش احنا هم وهم احنا. ما تغفلش دور المدير الفني يا كابتن ناشي. ما انا بقول لك اهو في مدير فني ما كان بيقف يكلموا معانا ارجع امسك بتاع كنا. انما انت الاساس اصلا في كل شيء. انت كلاعب خلاص واضح ان اللعيبه، انا هنا بكلم المدير الفني لما بيوضح ان اللعيب عمل مجهود جامد جدا. فلازم سبورت، لازم نديله الدعم. انا بديله الدعم، هل اديله الدعم الدفاعي واللي احنا قلنا عليه ونص الملعب يتطعم مع مروان وديانج ويكون في حد بيشيل الدنيا كلها، ولا هو وجهه نظره ان انا بكمل على فرقه الاخطاء اللي بتحصل اللي الناس بتتكلم عنها ان في العمق عندهم وفي الكونتر اتاك احنا نقدر نروح نجيب الجون الثالث وما اعرفش. انت لعبت بمفهومين، عايز تكسب وعايز تزود المكسب، مش عايز تحافظ على المكسب. فهو ده اللي حصل كاداره الملعب وكاداره اللعيبه كمان من جوه. اللعيب جوه بقى طمعان في كل كره جايه له عايز يحقق النصر. النشوه بتاعت حسين الشحات بعد الجون اللي جابه ده يديله حق ان هو يبقى عنده نشوه تانية ان هو يحقق ويلعب ويدخل الكوره ويوصل بيرتيتاو للجول. نزل بيرتيتاو لتحت وخرج قفشه. هو ده بقى السؤال هنا. خروج قفشه كان لازم يبقى بشكل دفاعي مش بستيل محافظ على بيرتيتاو في المكان ده وبمهاجم. ده الكلام ده واحنا متاخرين. ده أنا انت فاكر انا قلت لك ايه في الهاف تايم الاولاني؟ ما ينزلش ياسر ابراهيم. ازاي؟ احنا كده ممكن نتعور. فهمت؟ لو انت عايز تفكر بالشكل الهجومي العب 3 4 3 وانا متاخر بهدف وبلعب على ارضي واديني قوت. يعني انا ما عنديش فرصه ثانيه مع الماتش ده اخرج من خسران. ما ينفعش اخرج خسران. فبتيجي بعد ما انت كسبت 2-1 بتلعب بالشكل اللي انا بقول لك عليه اللي فيه ريسك. نو ريسك. نو ريسك في الكوره لما تبقى في الدفاع ده. نو ريسك ان انا اجيبهم عندي وبعدين اختبر الشناوي على طول. بلعب الكره للشناوي على طول. الشناوي في محط انظار الفرقه الثانيه ممنوع اشوف الشناوي خالص. انا وانا بلعب كنادي اهلي على ارضي ممنوع الشناوي ده تشوفه خالص. دي الكره تبقى رايحه له طويله وكان يمسكها ويعمل هو كونتر اتاك، كان بيطلع الاطراف ولا حاجه كده وعنده رؤيه ويملك الحساسيه اللي هي حصلت في الجون الثاني. ايوه ان هو ودى بالرؤيه ناحيه الشمال. فانت ما حاجات بسيطة جدا بتحصل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. خد بالك احنا لعيب كرة فاهمين. لما يحصل لك سيناريو غريب كده في مباراة وتطلع مش خسران فدي نعمة من عند ربنا برضو. لا ربنا بيأخرك ساعات الفوز او بيخليك تتعب شوية بس اتصعبت الامور شوية. يعني الحسابات بتاعتنا احنا لما بنحسبها اصلا هنكسب الكاميرون في الكاميرون دخلنا بقى في هنعمل حسبه بيرما كويس احنا نكسب النهارده والثلاثه والسته وعشر نقاط ونستنى النتائج. مفيش التانية. الكلام ده الا بالفعل. يعني انا ما اقدرش اقول انا داخل انا هعدي واخش الا امتى؟ باول 3 نقاط ان شاء الله يوم الجمعه مع كاميرون. يبقى عندك 4 نقاط. هنا نتكلم نبتدي نحسب الحسابات. ايوه هنلعب مين الماتش الجاي اللي بعديه؟ صن داونز. ايوه صن داونز. ازاي نعرف الفرقه اللي احنا لعبناها النهارده وكنا هنكسبها؟ ما هو الماتش ده هتلاقيه هو ايوه هو انت هتعامل ازاي من دلوقتي؟ بقول لك هنلعب بتلتة. لا ده هم كمان عندهم ميزه ملعبهم وجمهورهم. لا انا من دلوقتي بقول لك
ان احنا هنلعب بثلاثه في النص. يمكن سلاح يكون رجع كمان وكمان. سلاح هيرجع على ماتش الداخليه ان شاء الله. خلاص ان شاء الله هيبقى عمل تيست هو. وماتش الداخليه ده التدوير بقى اللي هيحصل نسيت اقول لك. ده اكيد ده اللي ما لعبش النهارده هو اللي هيلعب. تدوير. انما اللي لعب النهارده ده مش هيلعب ماتش الداخليه. لانك هتروح تلعب الكاميرون محتاج كل قوتك برضو في ماتش الكاميرون. لا ده الماتش المؤجل ده بتاعي. هتلعبه هنا في مصر. ان شاء الله. محتاج الثلاث نقاط دول باي شكل بسكواد تاني بناس مريحه وانت هتكسب بناس مرهقه مش هتكسب. هو ده التدوير بقى. ده الشكل اللي انت بتدور عليه انك هتلعب الدوري بشكل وهتلعب افريقيا بشكل وهترجع تلعب الدوري تاني بشكل. هو دي حاله التدوير اللي بتحصل. عشان كده لما بعد كده ممنوع نتكلم بقى بيقول لك ايه اصله لعب النهارده بكهرباء ولا لعب ببرشتاون. هو راجل منظم حياته وشغال بالطقم بتاعه كويس جدا وبيعمل لهم شكل غذائي كويس وبيعمل لهم كل حاجه. دي هو اللي يملكها. هي دي اللي لما بيحصل امتيازات والكلام ده كلنا بنقول المكسب بنقول كلنا كسبنا ونقف نتصور كلنا. لما بتحصل اي اخفاقات او بيحصل اي حاجه بنبتدي نلوم ونبتدي نقول مين السبب. معلول اتاخر في الطلعه. لا 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 احنا بنحلل الاسباب. لا دي الكوره. هي دي الكوره. الكوره دي هي دي الكوره. ليفربول لما خسر 5-2 طلعوا له الاسباب كلها خدت بالك ولكن غفلوا ان يقولوا ان فريق عظيم بيلعبهم اسمه ريال مدريد. ايوه فرقه لما سالوا جوارديولا قال لك انا مش قادر اخد ما بتاخدش ليه كاس اوروبا قالوا في فريق عظيم اسمه ريال مدريد. احنا ليه ما بنقولش الحقيقه. انت ليه ما بتقولش الحقيقه. انت بتلعب فرقه النهارده فرقه جامده جدا عندهم اخطاء كويس بتلعب على اخطاء وبتلعب على اخطاء. انا ما قلناش ان الفرقه ضعيفه. انا ما قلتلكش انك قلت لي احنا ما قلناش ان الفرقه ضعيفه يا عم. انا ما قلتلكش. انت لما بتيجي تحلل فرق النهارده لما بتخسر من فرقه ضعيفه تزعل. أي. لما تتعادل مع تخسر من الهلال تزعل. لا تزعل. لما تلعب مع فرقه زي بتاعتنا النهارده سان داونز دي وتتعادل 2-2 ويحصل المباراه اللي انت شفتها دي في الظروف دي لا انت عملت جيم تاني هاف تايم جيد جدا مع فرقه زي دي. خلينا في اللي جاي. دي جاي عندك ان شاء الله الحفاظ على نقاطك الفارق اللي هي بينك وبين اي فرقه تانية بتلعبك ده في الدوري العام في الدوري. وعندك المهمه بتاعت يوم الجمعه ان شاء الله ده تحضير اللعيبه مع بعض جهاز فني بقى ده. أيوه. دور الجهاز الفني والاداره وكام. ايوه بس في حاجه اسمها تهيئه نفسيه. ماشي كل ده موجود عندك فنيه وفي بدنيه. ماشي انا بس في اوقات احنا دلوقتي صعبناها شويه على نفسنا ففي اوقات لازم هتقول للعيب لازم هكسب الماتش ده. بقول لك ايه ما انت لازم لازم نكسب ماتش القطن هنا ان شاء الله ونكسب ماتش القطن هناك. وانت لازم تبقى مصالح نفسك كمان. ازاي يعني انت لازم تعترف بالظروف اللي انت ماشي فيها دي. لازم تعترف بمباراه زي بتاعه النهارده. انت بتلعب فرقه غير الكاميرون غير اي ماشي. حد ثاني. طيب صح وغيرك وغيرك بيدوق الكاس بتاع سان داونز. يعني ماتش النهارده عدى خلاص. خلاص انا دلوقتي حطيت نفسي في موقف ان انا الماتشين اللي جايين دول القطن وسان داونز هاخد مكسب ان شاء الله القطن وما اخسرش من سان داونز واكسب سان داونز هناك. ما انا بقول لك ما اخسرش من سان داونز. بقول لك لازم يبقى عندي مبدا واكسب القطن هنا وهناك. انا زي ما عادل بيقول لك نفسي انا الاهلي مثلا. الاهلي ايه الفروقات اللي موجوده بين هنا وهنا؟ فرقتين جامدين جدا تقدر تكسبهم عادي جدا هناك عادي جدا. ليه انت مش اتقدمت قبل كده وهم اللي جري وراك لهسوا وكان محمد شريف اللي جاب الجون يا اسامه وتعادلوا باين 1-1 ولا احنا كسبنا 2-1؟ كسبناهم باين هناك 2-1 او تعادلنا معاهم 1-1. تعادلنا 1-1 هم اللي كانوا بيجروا وراك في الملعب بعد كده عشان يتعادلوا معاك. ده مش بعيد يعني. ده كان ماتش قريب يعني. لا بعيد ايه قريبه جدا. قريبه جدا. ما كان ده الوضع اللي انت كسبت فيه وانت هناك ما بتبقاش الضغوط عليك جامده زي اهم حاجه. بس الاول يوم الجمعه ان شاء الله ان شاء الله تتوافق في مباراه الكاميرون وتكسب يوم السبت ان شاء الله. ليك حديث تاني بقى. باذن الله. باذن الله. كابتن علاء مرحله صعبه ومرحله زي ما بقول لك كده يعني ايه في نتائج معينه لو ما اتحققتش لا صعب علينا قوي. دي حقيقه. ما انا بقول لك ان بعد المباراه ايمن انت حطيت نفسك في موقف ان هو بقت تحت ايه مقصله لازم. يعني انت فاهم يعني انت الوقت بقيت كلمه لازم خلاص. يعني النهارده يعني لو انت كنت يعني خلاص اللي حصل كنت كتبت النهارده كانت الامور بقت اهدى تماما. ما كانش في كلمه لازم دي. انما الوقت كلمه لازم ومش عايز تحصل مفاجآت مع الفرقه الثانيه فانت حطيت نفسك موقف صعب. بالنسبه للفرقه الكبيره بتحط نفسك موقف صعب طبيعي
دي حياتك كده، مش كل مش كل بطولات خدتها بمنتهى السهوله. لا مش حاجه بتيجي سهله، والفرقه كبيره كده زي ما في حاجات سهله ونتائج حلوه وبتقضي ايام حلوه وتبقى فرحان، في اوقات بتيجي اوقات مش حلوه. النهارده الحمد لله تعادل، حاجه مش سيئه، لكن كيفيه التعامل بقى بالظبط بعد كده بالظبط هو ده اللي انت بتفكر فيه من النهارده. خلاص اللي حصل حصل، زي ما بقول لك دايما بعد المباراه ما تقولش يا ريت وكنا كنا، دي انتهت. بس نتعلم من الاخطاء. بالظبط، لازم تتعلم من اخطائك. اخطائك اللي دايما احنا بنتكلم في حاجه مهمه جدا في كره القدم، الدخول في المباراه دايما متاخر، دايما متاخر. الشراسه اللي بتظهر عليك بعض الاحيان لما تبقى محتاج انك تبقى شرس بتبان. مظبوط، انت عندك الحاجه بس انت بتكسل. يعني الشراسه الهجوميه لما بتبقى عايز تجيب جول دي وبتجيب جول، طب ليه مش من الاول؟ بالزبط. ليه بتدخل نفسك في وقت اللي هو لا لازم يا جماعه ان نضغط لا وليه لازم؟ ما من الاول انت الاحسن في كل حاجه مع بعض الترتيب بس في الملعب بسيط جدا، هتبقى ان شاء الله مفيش مشكله خالص عندك. وكلها على فكره حاجات سهله وبسيطه ومش محتاجه اي فتوى ولا ذكاء. بعض الترتيب من مين؟ في الملعب. من مين؟ في الملعب، من شكل اللعيبه نفسها. المساحات دي نحاول نبطلها والله العظيم، لو لعبت في المساحه الصغيره دي انت قدره لعبتك هتفوق اي حد، ما عندكش اي مشكله خالص خالص، ولا بدنيا ولا فنيا ولا جماعيا ولا فرديا، لان انت متفوق في كل ده. أيوة. بس انت عارف انت بقى حق في ايدك، بس انت بتهدره. أيوة. انت بتوسع المسافه قوي عليك، بتخلي فريزه النهارده ده عشان لقى مساحه كبيره قوي راح جاب فيكوا الجول الثاني، اديت له الميزه، اديت له الميزه اللي هو بدور عليها. عشان كده بقول لك انا بقول ايه، النادي الاهلي هو اللي بيخليك يا اما شكلك كويس يا اما شكلك متواضع. النهارده لو النادي الاهلي في الحاله العاديه او بعض التغييرات حصلت في الملعب بعد الهدف الثاني، فريق صن داونز ده كان هيبقى فريق عادي جدا، بس ممكن تكسب النهارده 3-4. صحيح، عادي، هي كلها حاجات بس ازاي واقفه في الملعب. وقفه ملعب بس، لازم في كل وقت انت يعني لازم تتعامل بالنتيجه في كل وقت. ان مش اي نتيجه في كل، مش كل يعني مش طريقه لعب في طول المباراه واحده. مزبوط، ما ينفعش. مزبوط، مفيش فريق بيلعب كده في العالم خالص. صح، كل الفرق الكبيره بيقول لك انا هدافع عادي، يقول لك انا هدافع، انا خلاص قررت ان انا احافظ على مكسبي، مش هدافع. عشان دافع كلمه مع الفرق الكبيره مش حلوه. صح، يعني مثلا الحفاظ على المكسب حلوه دي. هو صح، ده انا كسبان وهحافظ على المكسب. أيوة، عشان انا محتاج النهارده الاهم. الاهم ايه؟ اسلوب اللعب يتغير. مظبوط، انا مش محتاج النهارده يطلعوا يتغنوا بالاداء. لا لا لا، لا، ما محتاج النهارده الثلاث نقاط الاول. أيوة، الاداء ده هيجي بعدين. بس أيوة، في حاجه المهم النهارده ايه؟ مزبوط، اهم حاجه. مظبوط، الثلاث نقاط المهم. صح، الاداء. انا عايز الاهم حاجه النهارده ثلاث نقاط. مظبوط، بس في فرق كتير قوي بتكسب ايمن 1-0 وخلاص، المدير الفني او في الملعب انا هدافع في اخر 35 يارده بس. دفاع صح، صح، معمول صح، احافظ على مكسبي، احافظ على بطولتي. مظبوط، في ناس بتلعب النهائي مثلا تشامبيونز ليج ولا حاجه وخلاص يبقى كسبان 2-1 والبطوله خلاص ناقص لها ربع ساعه. طب وانا اجازف ليه ببطوله؟ صح، اجازف ليه؟ عايز اقول حاجه؟ لا اتفضل. اجازف ليه؟ ادافع صح بس. صح، احافظ على مكسبي، بلاش ادافع دي. عشان كلمه دافع دي الناس يعني تفسيرها غريب شويه. احافظ على المكسب، احافظ على المكسب. النادي الاهلي لسه ما بيدافعش، النادي الاهلي طول بيهاجم بيهاجم بيهاجم، بس في عز هجومك الكتير قوي ده وقت ما اقول انا هحافظ على مكسبي اعرف. صحيح، بس صح، مش اكتر من كده. صح، لكن انا مش متفائل يعني، ما عنديش اي تشاؤم الفتره القادمه ان شاء. صح، الله هتكسب. بس انت حطيت نفسك في خانه. لازم فلازم بقى ان شاء الله اللعبه تبقى قد كابتن اسامه. يمكن الكابتن علاء تطرق لحته ان انا النهارده كنت بدور على فوز، ولو جيت حلاوه الاداء ماشي، ما فيش مشكله، لان احنا كلنا عارفين النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما جمهوره ولاعيبته كمان والمنظومه كلها تحب ان هو يكسب باداء. انت وصلت لمرحله ان انت بتدور بقى على الثلاث نقط بس، ما فيش حاجه اسمها اداء. يعني انت بغض النظر عن الاداء، لا ملاحظه، ما تقوليش ماشي هتقول لي لا ما هو دي مرتبطه بدي، لا دي مش مرتبطه بدي. انا بدور دلوقتي مش على حلاوه الاداء، انا بدور على ازاي اجيب الثلاثة بونت واحافظ عليهم، مش شرط حلاوه الاداء في الماتشات اللي جايه. مش هفهمك، دي وجهه نظر. انا تملي الاداء الجيد بيجيب نتائج جيده، لكن تقدر تقول احيانا بلعب باسلوب يحافظ لي او اقدر استغل مثلا امكانيات معينه ان انا اخطف المباراه دي، زي ما احنا قلنا النهارده بعد 2-1 بالظروف، حاله الفرقه مش فايقه قوي،
اخر وناقص 10 دقايق او 12 دقيقه اقفل الملعب، اعمل تغييرات فيها، اقفل الملعب بتاع، رغم ان مش اسلوبنا. أيوه. رغم ان مش اسلوب النادي الاهلي، دي نقطه بس تانية. في وقت من الاوقات مضطر انك تلعب بالاسلوب ده. لكن انا لا اقصده ايه، في فرق بين ما العبش كويس واكسب. ما دي اصل انت هتربطها ازاي يعني ما العبش كويس واكسب؟ لا انا بقولش كده، انا بقولش كده، بقول ان انا دلوقتي اهم حاجه عندي دلوقتي الثلاث نقاط في الماتشات اللي جايه. مظبوط، ما طبيعي، طبيعي انك انت بتدور على ثلاث نقاط، وطبيعي كل ما انت خسرت ماتش الهلال الاولاني تعادلت النهارده عندك نقطه واحده وناقص لك اربع مباريات، فطبيعي انك انت محتاج الثلاث نقط في كل المباريات القادمه او على اكثرها بقى في ثلاث ماتشات من الاربعه، وما اخسرش على الاقل ماتش صن داونز. يعني مبدئيا احنا لسه مش عارفين نتائج الفرق مع بعض، بس احنا بنقول اللي في ايدينا احنا انك انت على الاقل تكسب ثلاثه وتتعادل واحد. ده كل ده يجي بتنظيم جيد والتزام واصرار وروح، والاخطاء اللي بتقع فيها ونراجعها، اللي هي ايه، حاجه يعني حاجتين، انك احيانا ما بتستغلش الفرص اللي بتجيلك، لكن حصل في ماتش اسوان انك جبت ثلاث اجوان في الشوط الاولاني واستغليت يمكن من اربع فرص جبت ثلاث اجوان. النهارده رغم الاداء اللي مش حلو بالذات الشوط الاولاني قدرت تجيب جونين وانت مغلوب ومضيع ضربه جزاء، قدرت ترجع تجيب جونين. لكن قلت لك احنا في النواحي الدفاعيه، يعني كره القدم في النهايه هي ما فيهاش الا غير هجوم ودفاع. النواحي الدفاعيه في معظم الماتشات الاخيره مش كويس، مش كويس سواء في التنظيم، سواء عدم ارتداد ناس للدفاع، سواء ما بنلعبش كتله واحده، سواء عدم تغطيات عكسيه بشكل جيد، سواء اتكال بعض يعني البعض على التاني على الاخر. وده حصل قلت لك في مباراه ريال مدريد، حصل في مباراه فلامينجو، حصل في مباراه الهلال، حصل النهارده، وايضا في بعض المباريات في الدوري. ولكن امكانياتك عشان انت افضل وانت احسن فبتكسب، لكن مش ما بتتعاقبش بالشكل الكبير. فهي النواحي الدفاعيه عايزه اعاده تنظيم شويه. امتى احيانا زي ما انت بتقول خلاص بقى اطلع بالمباراه حتى لو شكلي مش هيبقى جميل قوي في الاداء، عايز المكسب، عايز المكسب وعايز الثلاث نقط. فهي دي النقطه، ان احنا نحافظ او ننظم اسلوبنا الدفاعي ككل كفرقه، و استغلال الفرص. استغلال الفرص ابتدت في الماتشين الاخرانيين، النهارده جبنا جونين، صحيح اتعادلنا بس جبنا جونين. الماتش اللي فات جبنا ثلاث اهداف، فدي حاجه كويسه. انا مش قلقان ان شاء الله في ماتش صن داونز هناك، بس احنا متعودين ان احنا نلعب مباراه بالزبط. عندك الداخليه الاول والقطن، مظبوط، ما فيهاش هذا ماتش القطن مثلا لا يقبل الاسم على ثلاثه، لانه الهلال وصن داونز كسبوهم في ملعبهم. مظبوط. فانت الماتش الجاي عندك انت وهنا لازم تكسبه، ده مبدئيا باذن الله. وصن داونز انا متاكد ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله بشيء من التنظيم واللعيبه تبقى في الحاله الطبيعيه، مش هقول لازم يعني تكون في احسن حاله، الحاله الطبيعيه بتاعتهم، قادرين ان احنا نكسب صن داونز باذن الله. لان ما زلت مصمم رغم ان هم لعيبه جيدين وعندهم لعيبه جيدين، ولكن عندهم اخطاء في الثلث الاخير كتيره باذن الله. ربنا يكرمك كابتن عادل، التعامل مع الفتره الجايه الصعبه، يعني هي 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 مش فتره صعبه على النادي الاهلي، يعني انا متاكد تماما، لان انت فرقه كبيره وانت متمرس، الضغط والمباريات انت متمرس والموقف اللي احنا فيه. انت يجب بس الفتره اللي جايه تقرب اهم لعيبه عندها خبره، لان هي فترات الخبره، التدوير، اللعيبه اللي عندها الخبره الكبار هم اللي بيلعبوا، والتدوير بيبقى من الصغيرين، بمعنى ان الصغير يستحمل ماتش او اتنين، لكن الكبير هو اللي بيلعب الاهم والافضل. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت ما يهمكش توصل اول او تاني مجموعه، لازم يعني ان شاء الله تعدي المجموعات، دوري المجموعات، عشان ليك كلام تاني في الفاينل، لانك انت بتوصل في الفتره دي انت بتبقى مجهد. دي حقيقه، تلعب ماتشات صعبه جدا ولعبت ماتشات صعبه وعديت بمراحل صعبه،
مش بندي مبرر، ولكن ده الطبيعي اللي بيحصل وده الشكل اللي بيحصل. طيب. وفي اخر الامر بتكلم وبقول ان لسه بدري قوي ان حد يحبط ولا اي حاجه. احنا ما عملناش حاجه، ده ما فيش حاجه خالص. صحيح. انت 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 عندك بونت وهتشوف ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله ممكن توصل متعادل مع الاول والثاني ان شاء الله في اللبنات، بس عندك فتره اللي جايه محتاجه نصيحه للاعبين بقى، وده اهم من المدرب، اهم من اي حاجه. انت نفسك ريح نفسك بقى كويس، عيش كوره الفتره اللي جايه، احتراف ليك هدف، احتراف ليك هدف، عشان الفتره اللي جايه بطوله افريقيا والدوري ان شاء الله تاخدوها السنه دي، عشان انتوا فرحتونا كتير، عشان تفرحونا تاني ان شاء الله باذن الله رب العالمين. فتره زي ما قالوا الكباتن فتره مهمه جدا جدا جدا، ولكن لعيبه النادي الاهلي قادرين ان شاء الله باذن الله بدعم الجمهور وكلنا ثقه فيهم ان هم هيعدوا المرحله دي وهيتاهلوا، وان شاء الله يوصلوا للفاينل في بطوله افريقيا وياخدوا البطوله، وان شاء الله ياخدوا بطوله الدوري ويحسموها مبكرا. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل كابتن ناصر عباس للحديث عن الحاله التحكيميه. ارجوكم انتظرونا.